معكم ريما الجزاوي، المؤسسة لكوريج، وواحدة من ضمن الفريق العظيم اللي وراء العمل اللي بيصير وبيتقدم لكل الناس، واللي أنا جدا فخورة أن أكون من ضمن هذا الفريق. كوريج باختصار وبكل بساطة، كوريج هي موجودة لهدف وهدف سامي. إحنا شركة، صحيح شركة ومنصة للكوتشنج، بتخدم الشركات وبتخدم الأفراد، وإحنا كمجموعة جينا مع بعض أسسناها. عندنا هدف واحد اللي هو إعمار الأرض باستخدام الأدوات اللي هي موجودة عندنا ومتوفرة عندنا. منسخر هذه الأدوات عشان نقدر نخدم الإنسانية ونحقق المعنى الوحيد للحياة والخلافة الصحيحة في الأرض إن شاء الله بإذن الله، وإنه إحنا نكون هذا كله نسويه بمعنى أسمى، واللي هو معنى الإحسان وبمفهوم الإحسان. عندنا غاية، وغايتنا إنه إحنا نجعل تنمية المبادئ الإنسانية في كوامن الناس أولويتنا، لنعمر الأرض التي نصب إليها معا. معانا اليوم في زميلتي سارة اليافي، وسارة اليافي حتكون معايا في إدارة الحوار مع بعض ومع لما إن شاء الله بإذن الله. في هيا اليافي كمان موجودة معانا وحتكون معاكم في الرد على أي سؤال أنتوا تحتاجوه في الشات، فخلينا نستخدم الشات بأكثر طريقة ممكنة، وإذا عندكم أي سؤال ممكن تحطوه في الـ Q&A. وكمان معانا زميلاتي كمان نوران وفريدة، اللي هم مسؤولين عن أي شيء تقني نحتاجه أو أنتوا تحتاجوه. جدا 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 سعيدين ومتحمسين، يعني أنا الحماس عندي واصل صراحة. حبيبتي طبعا ريم هي البيج بوس، هي يعني بعد مشيئة الله تعالى هي سبب جمعتنا هون، هي مؤسسة، هي المؤسسة العظمة، ما هي يعني تفضلت وعرفت عن نفسها، بس يعني تشوفوها هيك متواضعة جدا جدا، هي البيج بوس، يا صار شو ما صار بالدنيا هي البيج بوس. شكرا لك حبيبتي ريم، شكرا اختياركم لإلي، ان شاء الله اكون عم تحسن ظنكم ويكون هذا الاجتماع نطلع منه لو شخصين ثلاثه يعني بتاثر بكلامي واخذه بعين الاعتبار. شكرا اللي اعطيتوني هاي الفرصه العظيمه، وجودكم كلياتكم له هيبه رهيبه، انا عن جد عم ارجف كولوني واجعني، عندي هيك شغلتين ماسكتني براسي، لانه انتوا اشخاص مهمين، انتوا اشخاص يعني كل هدول اللي على الشات عم يكتبوا هلا هن اشخاص، يعني انا الي الشرف اني عندي فرصه انه انتوا تسمعوني، انا كيف استغل هالفرصه بكل ما ربي عطاني من قوه، بكل ما ربي ناس تركت برمضان الوقت هالقد، ناس تركت أشغالها وتركت أولادها وتركت الجلي وفاتت تسمعنا، فاتت تشوفنا. شكرا شكرا من جوات قلبي لريم، سارة، كل الصبايا، كل اللي عم يكتب على الشات، عم بقرأ كل اللي عم تكتبوه، الله يجعلنا عند حسن الظن ويجعلوا يوم هادف هيك ومثل ما احنا مخططين وأكثر. آمين. نعم حبيبتي، أنا حعرف عليكي مع أنه أنت ما شاء الله تبارك الرحمن غالية على التعريف، الناس يعني بتعرفك مظبوط، بس حابة أعرف عليكي مشان إذا في أي حدا ما بيعرف لما يعرف مين لما. لما الأصيل هي إعلامية وصانعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، خريجة سوريا كلية الإعلام، هي سورية مقيمة في أمريكا وأم لطفلين بيجننوا بيطيروا العقل وبنشوفهم مو كثير بس بنشوفهم في عقلنا فيهم. كثير مبسوطين بوجودك معنا عن جد، مثل ما قالت ريم الحماس وصل السماء ولف وراح على القمر ولف حوالين القمر ورجع الأرض كثير، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن كله متحمس، غنية عن التعريف. أنا معك اللي كتبتي غنية عن التعريف، لما غنية عن التعريف، لما المايك معك تفضلي حبايبي. يا حبيبتي سارة الجندي المجهول، شكرا كثير لكم. وطبعا هنا لما كوريتش يوم حظي يعني تواصلوا معي وقالوا لي نتمنى تكوني انت واحدة من الناس اللي يفوتوا ويتحدثوا، يعني ما كان الهدف ابدا انه يكون الموضوع ديني ولا باي شكل من الاشكال. هن عرضوا علينا حوالي 7 خيارات، والمتحدثين اللي حتسمعوهم كل يوم، وطبعا بنصحكم بشده انه لا تفوتوا بنام بكار، يمكن بكره او بعد بكره، يعني انا قلت حتغطي علينا كلنا كويس انا قبلها. بس
عرضوا 7 مواضيع وكل واحد فينا من المتحدثين كان عنده اختيار أنه يختار من بينهم. صراحة أنا اخترت موضوع كانوا هنا مسمينه يعني الحمد، ومنه حنفوت على الامتنان والشكر. والصراحة يعني ما كان مخطط أبدا لا أن يكون موضوع ديني، ولا أنا هون بمكان أن يكون واعظة دينية، ولا أني داعية. الله يا ربي يسدد خطاي بيوم الأيام وتشوفوني بهالمكانة. لكن لما نحكي عن الحمد أو عن الامتنان أو عن الشكر، يعني كيف اعزل حالي عن الدين، او كيف يعني ما يكون النفس الديني طاغي بهذا الحديث؟ والحمد من اسم الله الحميد، والشكر من اسم الله الشكور، والنعمة هي من اسم المنعم، والفضل هو ذو الفضل. فما قدرت ولا باي شكل من الاشكال اني حيد حالي عن الدين، ولو انه حيحطني يعني بموقف الداعية والي الشرف، لكن يعني لست اهل لذلك. لهيك انا عم قلكم انه اليوم قد يعني تقولوا قلبت عمر خالد وإلى آخره، لكن معليش هي فرصة خليني استغلها بهالأيام المباركة أنه نحكي بشيء يفيدنا دنيا وآخرة، دنيا وآخرة. حنتطرق يعني لكل الجهات. فأرجوكم قبل ما نبلش لو سمحتوا، داموا عملكم حيكون له نفس ديني قوي، خلينا نصوب النية حتى ناخذ أجر هذا اللقاء. لا تنسوا أنه يعني قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يقعد قوم يذكرون الله فيما بينهم، مثل ما حيصير اليوم إن شاء الله، لا يقعد قوم يذكرون الله فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة. حتى لو افتراضي يعجز رب العالمين، والله لا تختلط عليه لا أسماء ولا لهجات ولا لغات ولا تكنولوجيا ولا شيء، حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. يا رب يا رب اليوم نقوم ونخلص، نحط زر الليب وإحنا الملائكة ذكرتنا في من عند الله سبحانه وتعالى، ونخرج بشيء يكون أفضل للدين. وشكرا مرة تانية لوجودكم، لوقتكم الغالي جدا واللي اخترتوا فيه تكونوا موجودين معي اليوم. طبعا التايتل تبع لقائنا اليوم اسمه الامتنان يقودك للسلام الداخلي. طب شو هو الامتنان؟ يعني الامتنان هي شغلة من أجل العبادات القلبية، شيء مرتبط بقلبك، ما شيء تقوله بس بلسانك، ما يمشي الحال بس تقوله بلسانك. هو من أجل وأقوى وأعظم العبادات القلبية. هاي العبادات تساعد في إسعاد الإنسان نفسه وبتعزيز صلته مع الله سبحانه وتعالى. هي حتفيدك بهي الدنيا لتوصل لأعظم شعور، هو الرضا. الرضا، والله اللي مو رضيان لو ملك الدنيا وما فيها، والله ما داق طعم السعادة. بالله شخص ما يعرف نعمة الله، ما حاسس بالامتنان عليه، شو ممكن تقدم له لحتى يرضي ويسعده؟ ما في شيء. فالامتنان هو من أجل العبادات القلبية اللي تساعد في إسعاد الإنسان وترسخ علاقته. هي رؤيتك لنعمة الله سبحانه وتعالى بعين الإجلال. أي نعمة أنت أنعمت علي يا الله كبيرة، والله كبيرة، لأنه النعمة اللي من الكبير حتما هي هدية كبيرة، والنعمة من العظيم هي حتما نعمة عظيمة، حتما مهما صغرت بعيون الناس. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعظم النعمة مهما دقت. تعرف يعني دقت؟ يعني إذ ما كان دقيقة، إذ ما كانت صغيرة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعظم هاي النعمة. فهذا هو معنى الامتنان. نظرتك لنعمك اللي حواليك، اللي كل يوم مو بعين الألف، لا بعين الإجلال، بعين العظمة، لأن إجت من العظيم، إجت بحب. ترى هو ما في شيء جابر عز وجل لا ينعم عليك ولا يبقى النعم عليك ولا كل يوم يطلع نهار جديد. ترى ما في شيء جابره، هو مفضل علينا من اللحظة بس اللي ولدنا فيها كاملين. ما في شيء يعني جابره، هو قدم لك هاي نعمك كل يوم اللي هي تتجدد بس كرمال لأنه يحبك، قدمها بحب بمحبة هو قدمها حتى يذكرك أنت ترى بعنايتي، وأنت ما أنك يعني ناسيك، أنا معك طول الوقت، أنا والله معك. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يأخذ أي نعمة بهي الدنيا كأنه حق مكتسب، ما يأخذ هيك. لهيك كان كل يوم قبل ما يفوت ينام يوميا يقول الحمد لله،
الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. أديش أديش يعني عاد السوريين يعرفوا هذا الوجع. فكم من لا كافي ولا مؤوي له، فالحمد لله أنا عندي أطعمني وأسقاني وكفاني وآوان. كل يوم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو دعاءه قبل ما ينام. حس الرسول أنه مرأ يومه بدون ولا مصيبة، حتى لو كان يوم عادي، حتى لو كان يوم ممل، حتى لو كان يوم فيه حزن، بس بلا مصيبة. يعني أنا أكلت نمت وشربت هدول نعم، ولو إن ألفناها. والله هلأ الكورونا ربتنا، سألوا حدا بس يا أماني قبل الكورونا وسألتكم بالله مين فينا قدر نعمة الشم؟ والله يمكن ولا مرة أنا كلمة ولا مرة فكرت بنعمة الشم. جنوا الناس اللي فقدوها يا جماعة، اكتئبوا الدم، يقولوا أنا كرهان حياتي. ليه؟ لأنه هلا ما حقلك التذوق، يمكن تقولوا أنه لأنه الأكل متعة. حكي لكم عن الشم اللي ما كنا مقلقين له، جنوا ما تركوا طريقة، سخنوا كرمنتينة وغلوا قهوة وعملوا المستحيل بس ترجع لنا حاسة الشم، لأنها يعني نعم عظيمة ألفناها فنسيناها، صح ولا لا؟ حتى كان الأنبياء يعظموا هاي النعم. كان نوح وصفه رب العالمين بالقرآن الكريم، قال إنه كان عبدا شكورا، هاد هيك وصف نوح. طب لما العلماء عم يرجعوا للسيرة وللتاريخ، شو كان يعمل نوح حتى وصفه رب العالمين أنه هو عبد شكور؟ قال كل مرة بيطلع فيه من الخلاء، أعزكم الله وأكرمكم، بكل مرة بيقول الحمد لله الذي أضاقني لذته، الأكل اللي أكله الحمد لله اللي أضاقني لذته، ماشي، وأبقى في جسدي منفعته الحمد لله، وأذهب عني أذى. بكل مرة عسكم الله وأكرمكم بيطلع فيها من الحمام. فوصفوا رب العالمين أنه كان عبدا شكورا، ما حتى نعمة الخلاء اللي ممكن 20 مرة، خاصة على السحور بعد شربنا الماء 20 مرة سري مري على الحمام، بكل مرة الحمد لله الحمد لله يا رب تركت فيه المنفعة وأذهبت عني أذى. وكمان كان عند الاستيقاظ الرسول عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. هي الأدعية حفظة ممارستة تكرارة، مو بلسان، بالقلب، بإحساسكم جواته، هذا هو اللي حيحسسكم بالامتنان، هذا هو اللي حيحسسكم بالامتنان، وحتحسوا أنه كل نعمة من الله سبحانه وتعالى هي نعمة عظيمة تستحق الشكر والنعمة. طبعاً رب العالمين بحب كلمة الحمد لله، يعني وحسسنا بهذا الشيء، فهمنا يا ألف مرة، والله هو يحب، غير أنه سمى حاله الحميد والشكور والشاكر والعليم، هو يحب يسمع الحمد لله، بحبه لدرجة أنه خلى أول ما تفتحوا كتابه أول كلمة تقروها الحمد لله رب العالمين، بحبها الله. كل مرة 5 مرات باليوم عم يقول لك يا عبدي سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، سامعك أنا أنت بس أحمد، سمع الله لمن حمده، بحبها هي الكلمة بحبها. ومع هيك عاتبنا وقال وقليل من عبادي الشكور، ترى يعني لأنه إحنا بنقولها هيك مرور الكرام، مين حس فيها بقلبه؟ مين كل مرة بيقول سمع؟ أنا طبعا ما بحس فيها كل مرة بقلبي، حتى ما يعني زكي نفسي على الله، بس عم قلكم أنه رب العالمين قلب كل يوم بذكرنا، يعني مو مرة ولا 5 ولا كم مرة عم تقولوها باليوم، أنا فاشلة بالرياضيات، أنتوا ضربوها. شو بيقول؟ سمع الله من حمدة، لما ترى سمع الله من حمدة، ريم سارة ترى سمع الله لمن حمدة، هي أول كلمة حيقولوها البشر لما يشوفوا الجنة. يا رب أنا وأنتوا كل السامعين وأهل بيتكم يا رب، أول كلمة حيقولوها البشر لما يشوفوا الجنة حيقولوا، قال الله تعالى بالكتاب العزيز وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وفي آية تانية وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، يعني أول كلمة حيقول أهل الجنة. وكمان بآخر مشهد، آخر مشهد لما خلص اللي فات الجنة فات إن شاء الله إحنا وإنتوا يا رب، والعياذ بالله اللي فات على النار فات، خلص طويت الصحف وانتهى الحساب وقامت الإيانة، آخر كلمة شوفوا أرى الآية، تخيلوا المشهد لو سمحتوا،
وترى الملائكة، خلص بعد ما خلص الحساب، اللي فات جنة فات، اللي فات النار فات، وترى الملائكة صافين من حول العرش يسبحون بحمد الله، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. بس خلص انتهت، انتهى الحساب، انتهت الدنيا. آخر كلمة حتنطق الحمد لله رب العالمين. حتى في بعض الروايات يعني، بس يعني في البعض بيقول أنه غير صحيحة، والبعض يقول صحيحة، أن أول كلمة نطقها آدم، وأنه أول ما الله نفخ الروح بآدم عطس آدم عليه السلام، فقالت له الملائكة أحمد الله، فقال الحمد لله. كان يقول أنه أول كلمة قال رب آدم أو شخص بهي الدنيا كلها يعني خلق، هي الحمد لله رب العالمين. فبيحبها رب العالمين وبيقولها وبيذكرنا فيها، وهيك هيك عاتبنا وقال يعني وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. عموما أنه هي الحمد لله اللي إحنا بنقولها. في ناس ممكن يعني تمسك المستقبل كان كل يوم بحمد الله الحمد لله، هو عم يتفرج التلفزيون، هو عم يعمل أي شيء حلو حلو. طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى، تعويد لسانك، عايز شغلات، أبدا ما عم بخس حق هذا الشيء، وأنا بساوي، أنا عم ساوي رياضة، أنا عم بعمل أي شيء، بقعد بسبح وبستغفر قد ما أكون بكامل وعي، لكن لحتى تحس، أنا عم بحكيكم حتى تحسوا بإحساس الامتيان لازم تقولوه وقلبكم مصدقكم. كان علي بن أبي طالب يقول أحب أن أشرب الماء البارد لأنه يستخرج الحمد لله من شغاف القلب. يعني لما أكون هيك بشوب وحر وهيك وأشرب ماء باردة بقول الحمد لله، بتكون غير كل المرات هيك طلعت من شغاف القلب. فمش هيك صار يحب يشرب الماء البارد، لأنه يعني بيقولها بطريقة تلامس شغاف القلب. شغلة ثانية بدنا نحكي عنها، يا حلوين الله يسعدكم يا رب، بعلاقة العبد مع العبد. لما أنا أجي أقول مثلا سارة لو سمحتي أنت يعني وين ما تعدي شكريني، يعني شكريني احمديني اثني علي وين ما عدتي، بعلاقة العبد من العبد. أنا أجل سارة تعمل هيك حتى أنا الناس تحترمني ويرجع هذا الشيء بالثناء علي، حتى تعلي مكانتي يعني بهي الدنيا. بس بعلاقة العبد وربه، الله ليه بدياك تضل تقول الحمد لله؟ هل هو يعني هو أثنى على حاله؟ والله الشجر والحيوانات والعصافير وكل ما يتنفس بهي الكرة الأرضية يسبح بحمد الله، هو ناطرك، هو ناطرك تحمده ولا موقف عليك؟ لا، هو بدياك تستشعر هي الشغلة وتضل تقولها وتكررها حتى إحساس يرجع لك أنت، لأنه أنت لما تحمد الله وتشكره وتعدد نعمه عليك تحس أنا برعاية الله، أنا بحفظه، هو معي، هو مو ناسيني، أنا هو موجود، هو ما وقف عني إمدادات، وهو أنت حتحس حالك برعاية الله. فبالتالي هذا الإحساس، وإحساس أنه الله يحبك، الله موجود كرمالك، الله أنعم عليك، حيقودك للسلام الداخلي، حيقودك للرضا، وحيقودك للإيمان والحمد أنه كل اختياراته لإلنا هي خير لإلنا، وكل مشيئته لنا هي خير لنا. يعني كان في يعني يقال انه في قصه وزير وملك بيطلعوا دائما رحله صيد، يعني ملك وعنده وزير وبيطلعوا سوا على رحله صيد، ومره الملك عم يصوب هيك بسهمه، عم قطع اصبعته هو وعم يصوب السهم، عم انقطعت اصبعته، جن ملك هو انقطع اصبعته، قام قال له الوزير يعني الحمد لله لعله خير، يعني عم عصب جن منه، أنا الملك تقلي لعله خير أن قطعت إصبعتي حطوه بالسجن. لما حطوه بالسجن قال الحمد لله لعله خير. طلع بعد يعني بعد يومين راح هذا الملك لرحلة صيد مرة تانية، اجوا قطاع طرق وكلبشوه أخذوه وقالوا له بيعبدوا كانوا الأصنام، قالوا له بدنا نقدمك أنت ملك وشغلة على بغلف، بدنا نقدمك قربان لأصنامنا. يعني طلعوا هيك العمد إصبعته مقطوعة، هاد ناقص، شلون نقدمه يعني قربان؟ لا روح 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 انت ناقص إصبعتك مقطوعة، بدك نقدمك لآلهتنا. ركض عند الوزير على السجن قال له والله فعلا الحمد لله لعله خير. قام قال له الوزير الحمد لله لعله خير انك سجنتني، لاني لو كنت معك وانا كامل بي بي بكل كانوا انا اخذوني بدالك، فالحمد لله لعله خير لعله خير. اوقات يا جماعة رب العالمين لما نفوت بإحساس ألف بالنعمة ونحس أن حياتنا فاضية وما نشايفين نعم وزهقانين كرهانين يأسانين، بعت لك هيك مصيبة صغيرة تهزك تهزك هيك شوي. بتعرفوا ليه؟ لأنه
هو ما بده اياك يعني تحس باحساس يعني ال 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 يعني احساس الياس. هذا احساس الياس هو ما بدك، بدك ترجع له، بدك بعتك هيك هزه صغيره حتى فيما بعد بس تروح عنك ان شاء الله ترجع تقدر كل النعم اللي مرقت فيه عليك. فكانوا يعني يؤمنوا كل الصحابه والرسول عليه الصلاه والسلام ان كل اختياراته خير، هذا معنى الحمد لله. والامتنان هي نظرتك لكل النعم بعين الإجلال. مرة دق واحد على باب الرسول، سائل دق على باب الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أعطني يعني مما أعطاك الله، شال الرسول عليه الصلاة والسلام تمرة وعطاياها، قال له سبحان الله يعني نبي الله وآخر شيء عم سألك تعطيني تمرة، يعني عجب فعلا. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، والأحاديث يعني يجوز أن تروى فيما معناه يعني ما نقوله بالنص تماما، قال له يعني فيها والله منافع كتير هاي التمرة. مشي ما عجبه، بعد شوي دق عليه سائل، فالرسول عليه الصلاة والسلام رجع أعطاه تمرة يعني. قال له تمرة من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، تمرة من إيديك، والله لأبقيها معي أبدا ما حييت، واستمد منها البركة أبدا ما حييت. عظم عظم نعمة صغيرة أعطاها يا رب العالمين، وتمرة من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، عظم هاي النعمة. فسبحان الله فيما بعد بيقولوا اختنى، يعني أعطى الله لحد ما اختنى. هو يا جماعة وعد من رب العالمين، لئن شكرتم لأزيدنكم، وعد. ومين أصدق من الله وعد؟ طب ليه إحنا كل يوم بالصلاة نقول الحمد لله ليه ما يزيدنا يعني؟ مع أنه عم يزيدنا يعني، بس ليه يعني اللي إحنا بدنا إياه مو جاينا؟ صدقتوها بقلبكم، حسيتوها بقلبكم، فعلا عايشين هذا الرضا، هذا الامتنان جواتكم، لحتى ولئن شكرتم لأزيدنكم. يوعد من الله مستحيل أن يخلف الله وعده، استحالة. فخذوها من الأمور المسلمة. المهم يا جماعة، العجيب بهذا الموضوع أنه الحمد والشكر يتلف مجهود الشيطان. هذا الشيء يعني بخرب. الشيطان قال بصريح العبارة بالقرآن الكريم، قال أنا بدي أدعس يعني الإنسان، وبدي عفوا وبدي أعد له هيك بطريقكم لشوف يعني. وطلب بصريح العبارة، قال لرب العالمين، أعرب عن هدفه، قال انظرني إلى يومي يبعث، إلى يومي يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم، بدي أقعد لهم أنا على الطريق، أوكي، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني هقعد بطريق. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، كناية عن المجهود اللي حيبذله حتى يعد لك بطريقه يعني بطريقه، كناية عن هذا المجهود. بعدين قال الشيطان وقال ولا تجد أكثرهم شاكرين. خلص قال صرح عنه، أنا حساوي المستحيل حتى أحجب رؤية عبدك لنعمك، حساوي المستحيل، حعدلهم من بين أيديهم وخلفهم وطريقهم، أوكي. وقال ولا تجد أكثرهم الشاكرين. عرفان هو، عرفان الشيطان أنه هو هي الطريقة، نظرتك لنعم الله سبحانه وتعالى بعين الإجلال هي طريقة حتخليك تحب رب العالمين. هو ما بدياك تحبه، لأنه شو أعظم مقام ممكن يوصل له الإنسان من أنه يحب الله سبحانه وتعالى. إذا زبطت هاي الشغلة زبط كل شيء بحياتك. فهو عرفان هي الغاية الأساسية، هو أنه أنت شفت نعم الله، بالتالي حتحبه. هو ما بده اياك تحبه، فحيعاد يعني يخرب لك هاي العلاقه، فحيحاول بقدر الامكان يورجيك انه يعني انت ما لك من المنعم عليهم بهي. رب العالمين يعني شوف، هو حب يبني الحب حتى في ما بيناتنا يا جماعه. والله يعني ما اكتفى مدحوني الي واثنوا علي ارض حمدوني الي، لا، رب العالمين ما قبل شكرنا لإله، ما قبله إذا ما شكرنا عباده. لا يشكر الله من لم يشكر الناس، قال على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لم يشكر الناس. أنا ما قبلت شكرك لإلي إذا أنت ما شكرت عباده. كان امتنانك لخلق الله وشكرا هو شكر لله على عباده. لهيك إجيت بأمر، بصيغة الأمر على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، من صنع منكم معروفا فكافئوه.
خلص ما في، مو على كيفك، من صنع منكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إجت بصيغة الأمر، ماشي، مو 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 الحياة مو هيك استحقاق. يعني حتى علماء النفس بعيدا عن الدين والإسلام وكل شيء، علماء النفس يعني قالوا أنه يعني شعور شكر الناس، say thank you for other، يعني هذا يعني يعود على الإنسان نفسه. لأن أنت، أنا لما أشكر، لما شكرت ريم اليوم أن اختارتني أنا مع اليوم، أنا حسيت بقيمتي وأنه هي قدرتني وأنه في حدا اهتم فيني وحدا فكر فيني وحدا جابني لعنده، فهذا أعطاني شعور بالسعادة بالله شعور. وأنا عم أشكره إلى حتى فرحة إلى حتى ورجيه أني مقدرة اللي هي عملته، بس أنا اللي فرحت. علماء النفس قالوا أنه هي من أساسيات السعادة والراحة والسلام الداخلي، هن أنك تشكر الشخص الآخر على معروف أعمل لك يا، فبالتالي تحس بقيمتك بهذا المجتمع. المشكلة يا جماعة أنه العقبة فيما بيننا وبين أنه نشكر الناس هي عقبة الاستحقاق. يعني هذا من أبسط حقوقي، يعني أنا معقول يعني روح أشكر أمي والله أنه شكراً ربيتيني حملتين 9 شهور وولدتيني وربيتيني، وما أنا أعطيتها إحساس الأمومة يعني، وهي اللي بدها تحس أنه ما شو دخلني، هي أمي وهاد أبوي، أعود أصرف أشكره أنه هو صرف علينا وهيك، وهاد يعني هيك، هذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا، إجا رب العالمين قال لا، هذا مو حق مكتسب، أشكرون. فقال سبحانه وتعالى: أن أشكر لي ولوالديك وإلي المصير. أشكر والديك، مو 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 حتى بعلاقة الأزواج يا جماعة. أنا تزوجت هي والواجب على المرأة تطيعني تخدمني وإلى هو من هاد، يعني هي طبيعي هي كل يوم تسوي الفطور، طبيعي هي تشيل أمور البيت، هاد هيك الزواج والله، هاد هو. لا، إجا حتى أنت يعني هو من طبيعي يصرف علينا ولا يهتم فيني، أنا مرضت يشيل الأولاد وإلى آخره. إجا رب العالمين قالكم ولا تنسوا الفضل بينكم، ما تاخذوا شيء بانه هو حق مكتسب. لا، اشكروا اشكروا، ما في انسان بها الدنيا كلها الى حق مكتسب عليك. اشكروا 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 الناس حتى الله يشكركم. فكلمه شكرا حتى للناس خلوها عباده، انه هي النيه، اي قول انت قلتوه مع صدق بالنيه اعتبر عباده. فشكرك لاي شخص بالكون هو شكر لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الشكور. بتحبوا اخذ اسئله ولا كمل ولا شو شايفين انتم؟ ما بعرف، بتحب في اي سؤال ولا لسه؟ انا ما خلصت، اذا ما راح يخلص الوقت اسكت كمل. في وقت كثير وفي أسئلة كثير وفي ناس رافعة يدها تبغى تتكلم معاكي، فاللي تحبي. طيب، هخلص معناته دام هيك وبعدين ندردش مع الناس. تمام. طيب، أنا ما عاد يعني إن شاء الله حطول عليكم، هي كلمتين يعني ونخلص إن شاء الله حتى ما أطول عليك. يعني الشكور نختم فيها هي اسم الله سبحانه وتعالى العظيم. الله يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، لا يضيع أجر من أحسن عمله، يشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين، من تقرب إليه بشبر تقرب إليه ذراع. يا إلهي، ما يا إلهي كمية الشكر يلي عند رب العالمين. رب العالمين شكر لامرأة بغي، تعرف يعني بغي؟ بغي من بني إسرائيل، يعني كانت عفوا منكم تشتغل بالدعارة، يعني كانت بغي، ماشي. شكر الله سبحانه وتعالى لها لأن أسقط كلب كان يعني يأكل الثرى عطشة، فشكرته شكر رب العالمين بأنه غفر لها وأدخلها الجنة وهي بغي من بني إسرائيل. كمان في رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم آمن قبل المعركة بلحظات قبل المعركة آمن، ماشي، فدخل المعركة وقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقتل ومات، ماشي. كتب الله من الشهداء ودخل جنة من أوسع أبوابه، وهو ما بحياته سجد لله سجدة واحدة فقط. هذا ربنا يا جماعة، شاكر 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 حتى بمصيبتك، حيعوضك. اترك شيء شغلة كرماله، حيشكرك والله ويعوضك خير منه. جربوا شيء مرة اتركوه وحطوه باك، وأنت تركت الشغلة لله، فعلا كونوا بجواتكم تاركينها لله، هي متاحة لكم وهي موجودة لكم، تركتها لله. إن ما عوضكم مستحيل مستحيل،
إن الله شاكر عليم، خلاص الله شكور 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 لأبعد حد. فالله ما بينسى خير عملته، حتى لو أنت نسيتي، حتى لو أنت ما عاد تتذكري، يعني يخرج عبد من النار بمثقال ذرة عمله. الله شاكر عليم، الله يعني ما حيضيع أجر المحسنين. وإياك أن تحقر أي معروف عملته، حتى لو لقيت الناس فقط بوجه طلق، على قد ما سهلة هي الشغلة، على قد ما أنه رب العالمين ممكن يكون شكور. والله يجعلنا من عباده القليل، لما قال وقليل من عبادي الشكور. بعيدا عن الدين والى اخره، خلينا نجي على الحكي العلمي وقول العلماء النفس. ماشي زي انا اشوف وينها. ايوه يعني عليكم الدكاتره وناس ما له علاقه، ناس شغالين باطباء بامريكا وهي ما له علاقه بالدين الاسلامي، يعني مشان ما تفكروا انه هذا حكي بس. خلاص اكتفينا بهذا الموضوع. اجوا قعدوا يشوفوا هيك دماغ، جابوا هيك دماغين مخين لواحد يمارس الامتنان وبيقعد هيك يعدد نعمه اللي موجودة بالحياة، وكيف هو يعني حاسس بالامتنان لأبعد حد. وشخص خلوه هيك يقعد يعدد مشاكله خلال اليوم وهيك، وقعدوا يراقبوا الدماغ. انصدموا يا جماعة أنه كأنه آلتين مختلفتين تماماً شغالين عن بعض. الناس يلي بتمارس الامتنان ماشي، ناس وجدوا أن ضربات قلبهم متوازنة أغلب الوقت، ناس شرايين مخهم أوسع، طريقة تدفق الدم، كيمياء المخ وكل شيء مختلف. حتى هن أقل عرضة للأمراض المناعية، هن أشخاص أقل عرضة لأمراض الضغط والضغط العصبي أو أمراض القلب، أما مقارنة بالأشخاص اللي بيمارسوا التذمر والشكوى وإلى آخره. فحتى علميا الأمر مثبت، يعني أنه يعني في اختلاف حتى بالناحية السايكولوجية، مثل ما بيقولوا أنه حتصيري عندك سعة حيلة أكثر، حتصيري عندك اقتناص للفرص أكثر، رؤيتك هذا التوسع الشرايين، اختلاف كيمياء ما حتخليك تفكري بطريقة أفضل، تقتنصي الفرص. فهي شغلة حتما حتقودنا لسعادة، وحتما حتقودنا لسلام نفسي. فالمخ هو عضلة مثل عضلات جسمكم الباقيين، فيكم تمرنوها يا جماعة ببساطة على الامتنان. بعيد عن ذكر الأحاديث كل يوم، هاي شغلات حتذكرنا حمد الله استرجاع يعني نعم وتعداده. في شغلة تمرين للمخ يعني بيعملوه المسلمين وغير المسلمين، هو بيساعدك أنك تمرن عقلك أنه يحس بالامتنان. بيقول لك أنه أنشط وقت للعقل الباطن، أنشط وقت هو قبل النوم بنص ساعة وأول الاستيقاظ بنص ساعة. فشو قالوا شو تعمل انت؟ كل يوم قبل النوم يكون جنبك ورقة وقلم، اكتب ثلاث شغلات حبيتها انت خلال يومك، ثلاث شغلات انت ممتن لوجودها بحياتك مهما كانت بسيطة، بس انها صارت اليوم ماشي. هيك بصير في تدريب للمخ على رؤية النعم. فشو بيصير يعمل المخ بعد فترة؟ لازم تمارسوها لمدة مثلا 30 يوم. بعد فترة بصير المخ بيحس انه هو عم يدور على الشغلات الحلوة خلال يوم باللا شعور، يعني حتصير عملية لا إرادية، إنه لأنه هو بيعرف حاله إنه ملزم بالليل، عندي يعني التزام وإني أنا حكته بثلاث شغلات حلوة، فأنا حيضل عقلك كل اليوم حيدور شو هن هدول ثلاث شغلات حلوة، يعني أنا حرجع بالليل اكتبهم. فالعقل صار ملزم، فيما بعد حتصبح عندك عادة. وبنصحكم جدا جدا بقراءة كتاب اسمه دع القلق وابدأ الحياة، دع القلق وابدأ الحياة، كتاب كتير حيفيدكم بهي الناحية، وحيعلمكم كيف تعملوا تمارين للمخ لا تمارسوا الامتنان. ولا تنسوا طبعا انكم يعني تصدقوا النية مع الله حتى تجازوا على هذا الشكر، شكر عظيم من الله سبحانه وتعالى. فالامتنان هو احساس دائم انك بعناية الله سبحانه وتعالى. طب احنا اوقات الصراحة نشتكي، انا اوقات مهمومة يا اخي، صار في ما حتصير معنا مشاكل، يعني هل انا كون ممتن وعبد شكور؟ بس اني بحياتي ما اشتكي. ترى اجت وحدة عند الرسول عليه الصلاة والسلام شكت له على زوجة، ورب العالمين أنزل فيه آية وقال أنه يعني قد سمع الله
استخلماني حافظة للآية وماني كاتبتها فما بدي خبص، بس فيما معناها في تفسير الآية أن الله هو سمع شكواها للرسول، وكأنه إجت اشتكت لله سبحانه وتعالى. عادي نشتكي يا جماعة، لكن ما عادي يصير هو حالنا 24 ساعة. اشتكي، هي اشتكت للرسول لأن عرفاني مثلا عنده الحق، عنده الحل، عنده حكمة، عنده نصيحة. اشتكي لحدا أدراني ساعدك، لا تشتكي بس من باب التذمر، من باب ماشي مرة يوم اشتكيت فيه هيك، لكن خلي بشكل عام حديثك ودائما ثناء على الله سبحانه وتعالى. يا جماعة تنصدموا أنه يعني يمكن نحن إذا أغلبنا كان بنات اللي سمعين هلأ، يمكن كل واحدة في بحياتها، ويمكن حدا منكم أبعد الله عنا وعنكم يا رب مثلا سرطان الثدي. أنا أنصدم من هدول المحاربات كيف هن أكثر حباً للحياة وأكثر حمد لله، وأكثر حتى الأمهات اللي فقدوا أولادهم. يعني أوقات أنت تجي لا سمح الله بتفكري بتقولي لا الله لا يحطكم بهالامتحان يا رب، يعني الله لا يحط حدا فينا بهالامتحان، لكن تنصدموا أنه هن أكثر الناس حمداً لله سبحانه وتعالى. تعفوا رب العالمين، يعني بس واحدة يموت لا سمح الله، الله لا يدوقكم هالوجع، تفقد ابنها، بيجي رب العالمين هو عارف ما بحاجة يسأل ملائكة، بس بيجي بيسأل الملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ أقبضتم ثمرة فؤاده؟ يعني بيسأل رب العالمين ملائكة، بيقولوا نعم يا رب العالمين. فبيسأل الله ماذا قال؟ قال: حمدك واسترجع، الحمد لله، إنا إليه وإنا إليه راجعون. يقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وإن شاء الله يوم القيامة تسكن فيه هي وابنها وزوجها يا رب. يعني يا رب لا تجعلنا ندرك للنعم بعد الفقد وما نشوفها أثناء الوجد. يعني يا رب لا تخلينا نفقدها حتى نحمدك عليها. ترى تجي إشارات هزة هيك، الله لا يجعلنا، الله لا يجعلنا عبيد امتحان ويجعلنا عبيد إحسان. فادعوا على طول أنه رب العالمين يخلينا نقدر نعمته ورؤية نعمته أثناء الوجد لا أثناء الفقد. وعرفوا يا جماعة أنه أي نعمة، يا رب بدي هالبيت، يا رب بدي ولد، يا رب بدي أتزوج، يا رب بعد ما تجيك النعمة أنت حمدت الله وشكرته علي وعملت عقيقة وزكيت وطلعت كل شيء هيك، لا تنسى بعدين أنه فوق هالنعمة إجت نعمة تانية وهي نعمة بقاء. لا تنسى أي نعمة إجا معها نعمة بقاء. ولهيك يا جماعة اللي بتابعني على الإنستغرام بيعرف، ودائما يعني في ناس بيقولوا لي: لما أنت كثير بتحكي عن صلاة الضحى. بحب هالعبادة لأنه بحس حالي أديت شكر يومي لله سبحانه وتعالى. لما تقوموا كل يوم صلاة الضحى هي ركعتين، يعني من بعد شروق الشمس لقبل الظهر بلحظات، أي ركعتين أنت وقفتوا فيها أمام الله سبحانه وتعالى هي بمثابة شكر لله على نعمة العافية. هي صلاة الضحى. شو هي صلاة الضحى؟ هي الشكر لله على نعمة العافية. كم مستعدين تدفعوا، وخاصة باللي مارين فيها هلأ، شكر لله على نعمة العافية. قدي أنتم مستعدين تدفعوا صلاة الضحى؟ بس اعملوا أديتوا شكر يومكم، أديتوا شكر يومكم لله على نعمة العافية، وكأنكم شكرتوا الله على كل مفصل وكل سنامة بجسمكم. مرة يعني الصحابة راحوا على غزوة ورجعوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا له: أوف، يعني هي أحلى غزوة عملناها، ما كشفنا غزوة يعني أسرع كرة، يعني كانت سريعة كتير وأكثر غنيمة، يعني واو، أخذنا فيها مكاسب كتير، سريعة وفيها مكاسب كتير. عملنا الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء يعني إن فعلتموه يعني أسرع كرة وأكثر غنيمة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاة الضحى. شغلة بسيطة تعملوها بس ثواب كبير، حتى أعظم من المعركة اللي عملوها وسووها وأخذوا فيها غنائم كثيرة. فهي شكر لله على نعمة العافية. فحاولوا مثل الفرض، يعني كيف هذا لازم اعتبروا الضحى هيك، هي شكر لله على نعمة العافية. كمان: اللهم أني أصبحت منك أنا وأهلي وزوجي وأطفالي في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك وعافيتك وسترك علينا يا الله. وأذكار الصباح والمساء فيها
كتير يعني شغلات تقولوها تتموا فيها شكر يومكم وتأدوا فيها هذا الشكر. الامتنان إحساس قلبي عظيم حينعكس على حياتكم النفسية وعلى علاقتكم مع الله وإله أجر بالآخرة. الله يجعلنا من الممتنين الراضين الشاكرين لإله بكل حالاته وبكل عطاءاته وحامدين لإله بالسراء والضراء، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه روحين سوا. والحمد لله عليكم، الحمد لله على الوجوه الطيبة، والحمد لله على كل اللي هي. وفي صبية ذكرتنا بالدعاء: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علي، اللهم آمين يا رب العالمين. ناخذ الأسئلة وإن شاء الله ما أكون قريت كثير يعني. لا يقل بمعنى الكلمة، بالعكس بدنا إياك تحكي كمان، وبدنا إياك تزيدي كمان ونسمعك أكثر وأكثر. بالعكس يعني شكرا جزيلا، وأنا إحنا كلنا ممتنين ليكي وممتنين لجمال كلامك ولجمال روحك يا لما حبيبي. الله يسعدك يا رب. نكمل ساعتين ثلاثة كمان على هال الله يسعدكم يا رب، الله يسعد. بس الأمانة في شغلة هلا ذكرت بدي أقولها، شغلة كثير صغيرة لو ما عليكم أمر، بس آخر شغلة حقتم فيها. بيقول معاوية بن أبي سفيان: دخل علينا الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي وسألهم: ما أجلسكم؟ يعني شو وعدكم هاي القعدة يا شباب؟ طبعا ما قلت لكم الأحاديث يجوز قولها فيما معناه وما لنا ملزمين بالحرف. قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده، نذكر الله ونحمده على أن هدانا للإسلام ومن علينا، هي قعدتنا مشان هيك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بالله عليكم ما جلستم إلا لهذا؟ يعني بالله عليكم ما قعدتوا إلا مشان هيك؟ هو ما سأل، قالوا له: والله يا رسول ما قعدنا إلا مشان هيك، عليك أفضل الصلاة والسلام. قال له: أما إني استحلفتكم تهمة لكم، يعني أنا والله ما عم اتهمكم أنه أنتوا قاعدين لشيء تاني، بس جبريل سمعته عم يقول، عم يباهي فيكم، عفوا، ان سمعت جبريل يقول ان الله يباهي بكم الملائكه، فاجيت لشوف شو عم تساووا حتى رب العالمين يعني عم يباهي فيكم ملائكته. الله يجعلنا اليوم من هالناس اللي رب العالمين حيذكرنا في من عنده ويباهي فينا ملائكته. كانوا يعني حتى يعني من زمان يقولوا أن الصالحين يعدوا من بعد، في هيك يخصصوا أيام بالأسبوع يعدوا فيها من بعد العشاء لقبل الفجر، بس يتذاكران نعم الله، يعني أنا الله أنعم علي بهيك، هذا يردد الله أنعم علي بهيك، الله أنعم علي، تخيلوا هيك. ففات عليه رجل قال له: يعني شو تضلوا تساووا كل يوم من بعد العشاء لقبل الفجر؟ قال: نحيي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. احنا نحيي هذا الشغلة، وتمام النعمة لازم يكون بدوام رؤيتك لهي النعمة. حتى لما دخل بلال على الرسول عليه الصلاة والسلام وشاف رجليه تشققوا من قيام الليل، قال: يعني يا رسول الله ليش كل هالشي وانت الله غفر لإلك أصلا، يعني انت أوردي مغفور إلك. قال له: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني فما بالكم نحنا يا جماعة. الله يجعلنا من عباده الشكور. وخلصها سكت. حبيبتي ما بدنا اياك تسكتي والله ابدا. حبيبي الله يسعدكم. تحبوا ناخذ اسئله او ما في اذا الناس عندها اسئله او اي تعليق؟ احنا عندنا اسئله كثير، وعندنا ناس طالبه تتكلم معاكي ورافعه يدها، واتوقع انه عندهم كمان اسئله. خلينا نبدا بالاسئله اللي موجوده عندنا في الكيو ان اي، وبعدين حنروح للاسئله للاشخاص اللي هم رافعين يدهم. من ضمن الأسئلة اللي موجودة ما شاء الله مرة كثير، خلينا أخي حبك تهلأ يقص العشب عندي، ففي صوت ضجة ما في إذا سامعينه. لا كله تمام. كله تمام. في سؤال بيقول لك: كيف طريقة الامتنان وكيف تستشعر الامتنان؟ هو بنظرتك لأي نعمة صغيرة على أنها نعمة عظيمة قابلة للفقد، وإنكم ما تأخذوها وتنظروا للنعم بعين الألف تألفوا النعمة فتنسوها. هذا هو أكثر طريقة، هي أنه تعظموا النعمة مهما دقت ومهما كانت صغيرة. وفي لكم التمرين اللي حكينا عنه، تمرين المخ اليومي، كتابة ثلاث شغلات حبيتوها خلال يومكم على مدار 30 يوم متواصلين. جميل جدا، جميل جدا، والتمرين رائع. يعني شكرا جزيلا انك ذكرت التمرين. في عندنا اخ محمد كمان بيسال،
سؤال جميل يعني، وإن شاء الله ربي يحفظك ويحميك يا رب. كيف فينا نضل هيك نبتسم مثلك رغم كل الظروف؟ والله بخفيكم سر، أنا شخص عصبي جداً 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 يعني، والصبح ما بتحاكى، يعني إلي مودي، أنا يعني برج الجوزاء مودي وهيك، لكن أكيد ما أطلع عليكم والله نفسنتي ولا هيك. فأنا شخص عصبي جداً للأسف، عم درب حالي على كون يعني بإحدى صفات الله سبحانه وتعالى هو الحليم، يعني ما عندي حلم للأسف، وبيفلت لساني مني عصبية جدا، وقت الزعل لساني زفر فشيء ما عم بتباهى فيه، لكن أنا أظهر عليكم بالشاشة بهذا المنظر لأنه أنتم ماكم مجبورين تتحملوا تقلباتي المزاجية العكرة. ليك ابتسامتك حبيب. في عندنا كمان سؤال، ما شاء الله هي الأسئلة بتزيد في الشاشة كل شوية تطلع لفوق يضع مني السؤال. نور مهتدي بتقول لك: لو سمحت عزيزتي لما ممكن تذكري بعض الطرق اللي بتساعدنا بتعليم الأولاد على الشكر؟ تمام، أكيد طبعاً في أدعية، ممارسة الدعاء كل يوم قبل ما تناموا، مثل ما قلت لكم عقل الطفل قبل النوم نص ساعة، شو قلتي له أنت حيشفطه، شو قلتي له حيشفطه، فقبل النوم هي نص ساعة عظيمة يعني لازم تستغليها بأنك تسمعي ابنك الشيء اللي أنت بدك إياه يصدقه، لأنه هو حينام على هي الشغلة وحيضل بعقله الباطن، فاستغلي النص ساعة ندحشي معهم بالتخت هيك ماشي، شو أكتر شيء حبيته اليوم، شو أكتر شيء بسطك اليوم، شو أخليه يشوف النعم بحياته، تماما نفس التمرين اللي إحنا حنساويه نحن الكبار. حتى في شغلة ريم أعتقد أكيد إجا هذا السؤال، أنه في شغلة أنا عملتها يعني فادتني كثير بحياتي بممارسة الامتنان، هي أني يعني أو بحل مشكلة من مشاكلي عن طريق الامتنان، هي أني مثلا تخنقت أنا مع زوجي اليوم ماشي، تخنقت نتفنا بعض، ولدرجة أنه مثلا أخي أنا لما مرضت أنت ما اعتنيت فيني، أنا يعني ما اعتنيت فيني وأنا كثير يعني خزلت بهذا الموقف. فيما بعد يعني كيف راضيت نفسي، هو ما حيتغير، أوكي أنا قلته وهيك ورجع تكرر الموقف، هو طبع الرجال يعني غير، لأنه دائما أنت بتفكري أنه أنا لو كنت مكانه وهيك عملت. آخر شيء صرت أقول الحمد لله يعني هو عنده هالعيبة أو عنده هذا الشيء الهيك ولا عنده شيء تاني، فمارست الامتنان حتى بهي المشكلة. ابني سامي ضل أكثر من 3 سنين ونص يعاني من مرض مناعي إجا فجأة، هو ما ولد مريض، هو إجا هذا المرض المناعي فجأة، تكسر بصفائح الدم، فإحنا كل أسبوع عنا يعني روحة على المستشفى وهيك، ودائما الأرقام في هبوط، بالعادة بتجي للأطفال مرة واحدة وبعدين بتروح منهم، يعني أنا من الحالات النادرة جدا اللي عندت معه، ما عطاب الولد 3 سنين ونص وإحنا مستمرين بهبوط شديد بتكسر صفائح الدم، بالتالي أي خطة أي مشكلة يعني ممكن تسبب له لا سمح الله، الله لا يقدر، نزيف دماغي. يعني في أيام طلبوا مني أنه الله يكرمكم لما يفوت على الحمام لا تخلي يعصب قوة يعني مشان ما الشرايين تنفجر، شلون لما يعطس لا تخلي يعطس بقوة، يعني في شغلات يعني كان يأس مو بإيدي، يعني شلون أحمي، خليه يلبس الخوذة طول الوقت بحس ماشي يخبط براسه، ممنوع يلعب بالمدرسة، فهميهم لو كل أولاد طلعوا لعبوا ابنك ما يلعب، فكنت أحبط ويأس وأبكي وهيك، كان بس يقول لي لا أنت اليوم أنت حتروحي مع سامي على المستشفى وقت التحليل، كان بالعادة أبوي ياخده لأني أنا بغمض عيني وما بديش أبعد مع ابني، جات فهو اللي بياخده للتحليل الدور، يقول لي لا اليوم أنت بدك تروحي، ليه خلص أنت خده اليوم أنت بدك تروحي، روح أنا على المستشفى فنروح على قسم الدم. والله الأولاد بما أنه قسم الدم فموجودين الأولاد مريضين اللوكيميا سرطان دم، عافانا الله وإياكم جميع السامعين، كلهم قاعدين مشلينين الأطفال كلهم، ما حدا قادر يتحرك على هالكرسي الكيماوي، والها ابني الوحيد اللي كان عم يلعب بين هالأطفال والألعاب اللي حاطين له إياهم ارجع بعقلية تانية وبحياة تانية وبامتنان، وأشكر الله سبحانه وتعالى لما عطاني ألم أعطاني إياه بهذا القدر وبهذا الشكل وسخرني أسبابه، أنا لو بسوريا بحياتهم ما كانوا اكتشفوا هذا المرض، في بلدان تانية علاجه عندهم أن عطولي شيلوا الكبد عرفتي، فالحمد لله على وجودي هون على اكتشافي للقصة على،
بيطلع لك حتى بمشاكلكم فيكم الامتنان نفسه يطلعكم من هاي المشكله ومن هذا الوجع. شاف الله وعافى كل مرضاكم يا رب. آمين يا رب آمين. ربي يحفظك ويحفظ لك أولادك يا رب العالمين. آمين. كل صحة وعافية يا ربي دائما وأبدا يا رب. حبيبي آمين وإياكم جميع السامعين. شاركتينا هالقصة لأنه يعني شيء من حياتك وعشان نشوف إيش هي الجوانب. في جوانب مختلفة بحياتنا يعني في ظاهر منا وفي غير الظاهر وكيف إنه أنت بتمر بالأشياء الغير ظاهرة كيف تتغلبي عليها. فمن جد شكرا من كل قلبي. الله يسعدك يا رب. إن شاء الله حسن الظن. ها شباب كيف مبسوطين كله تمام؟ والله مبسوطين يعني الشات والأسئلة الكل ما شاء الله تبارك الرحمن جدا مبسوط. في عندنا سؤال كمان من شخص ما ذكر اسمه ولكن يقول إنه أنا بدي أسأل على الصلاة كثير بحاول إني ألتزم بحاول إني ما أقطع أي فرض أو أي من الفرائض بس لسه بقطع وكثير يتضايق كل يوم وتكون ندمانة على الموضوع إيش تسوي؟ والله شوفي دامك ندمانة ومتضايقة معناته أنا متأكدة إنك حيجي يوم تلتزمي فيه. الله ما أعطاك هذا الإحساس هيك على فكرة يعني النفس اللوامة نعمة 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 أنت عندك هاي النعمة انظري لها بعين الامتنان. الحمد لله على إحساس مضايقتك وعلى ندمك وهذا دليل إنك حتتغيري وقولي إن شاء الله لما قالت. بنصحك جدا جدا بكتاب فاتتني الصلاة لحتى تغيري مفهومك للصلاة وبيقولوا أو يعني يعني إذا التزمتي فيها 40 يوم ما عاد حتقدري تتركيها. لكن أنا الصراحة قد يكون طريقة خاطئة لكن صرت يعني دائما استحي أطلب من الله سبحانه وتعالى أي طلب وأنا ماني مصلي. استحي يعني عرفتي يعني ما أخجل منه. حس أني أنا ماني يعني شلون اللي أقعد أطلبه هو الطلب اللي طلبه مني هذا البسيط اللي ما أخذ أنا ما عم بعمل له إياه. فهذا إحدى الشغلات اللي خلتني التزم بالصلاة الصراحة هو أنه يعني استحي أطلب من الله وإحنا على طول بحاجته بالنفس بالدقيقة يعني بالهمسة بكل شيء. فشعري أنه هيك حتى أنت قولي أنا ما حدي أطلب من الله سبحانه وتعالى أي طلب بهي الدنيا ولا أي توفيق قبل ما أنا أدي الشيء اللي هو طلبه مني. أعتقد إن شاء الله أنك حتتغيري ونيالك على نفسك اللوامة ترى الله ما حط فيكي هباء منثورة يعني. الله يسعدك يا رب. اسال بدي اقول هذا السؤال في عنا سؤال من اختك بتقول لك انت بتعرفي اني اشكر الله انك اختي من لبنى اختك يا بعدك عاد انا ما عندي ام عندي امين والله عندي امين الله يخلي لي اياكي ما يحرمني منك يا رب امين كنستك هاي والله شوف كنستك منوره باللايف يعني الله يسعدك يا رب الله يحفظها يا رب يحفظك امين يا رب مددي في هاي الحياه بعد الله سبحانه وتعالى ما شاء الله. وعلى سيرة الوالدة والوالدة الكريمة لينا ناصر حبيبتي لينا أنا جدا مبسوطة أنها معانا بتقول لك معقولة شو طيبة لما ما شاء الله أو تسألك إيش كانت دعوة والدتك ليكي؟ والله أمي شوفي قسم بالله اوقات تكون بالمطار مثلا بقوم مثلا موظف الموظف كان امي اكثر من انها دعت اعتقد امي عملت شيء عظيم وهو انه كانت لما احنا مقيمين بالسعوديه كان اي سوري يجي جديد كانت امي تتبناه يا جماعه تاخذوا وتجيبوا وتعرفوا على الناس وتدخلوا بالمجتمع عرفتوا كانت هيك دام تحتضن الجايين جديد ما 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 تترك حدا وحيد. فكانت تقول بركي الله يعني يسخر لكم عباده بركي الله يسخر لكم عباده. علمتنا هي الشغله لدرجه اني انا كنت والله بالمدرسه يدور على اي بنت قاعده لحالها وروح اقعد معها. امي هيك يعني هيك كانت تساوي رغم انه هي الشخص اللي عرفتهم على الناس وهيك غالبا وبثلاث ارباع الحالات اذا مو كلهم يعني فيما بعد بيطعنوا بظهره وبيصيروا شله وبيبعدوها يعني بتعرفوا طبع البشر. الى انه مارست هي الشغله حتى يعني كان ابوي الا يعني يا ليار انا ما تتربين ما تتربي كل شوي يعني بس تحبي حدا وبس حدا جاي جديد اخذتيه وطلعتيه وفوتيه وجبتيه هيك لحد يعني صار هو العمده بالسعوديه. فاعتقد هي عملت هيك يعني ما تركت حدا لحاله. فأعتقد رب العالمين سخر لنا الناس بفضل هذا العمل لإله.
الحمد لله الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يسعدك. جدا 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 يا لما حبيبي. على هذا الموضوع يعني في راما بتسأل إنه أنا أوقات كثير بعمل خير مع الناس ما بسمع منهم لا شكرا ولا أي تقدير، وهذا الشيء يخليني أندم وأبطل أعمل شيء، لأنه في ناس تحسسك إنه مساعدتهم فرض. إيش رأيك؟ تمام 100%. مشان يقرب العالمين عظم أن أشكر الناس، لأنه أنتوا حتوصلوني يحسوا بهذا الإحساس، حتوصلوني بطلوا يعملوا هيك، لأنه أنتوا ما بتشكروا. ليك رب العالمين قال شكروا الناس، شكروا الناس، حسسوهم بشي، ترى ما حق مكتسب ترى. لكن شوفي رب العالمين خلانا أمر أنه نحسن الظن بالناس ونعطي الناس 70 عذر، بس ترى لازم نكون واقعيين بهذا الموضوع. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المسلم من الجحر مرتين، يعني مو طبيعي أن يكون يعني عطائك للناس وحسن ظنك بالناس وهذا لدرجة السذاجة. كوني واقعية أوقات أنت لازم فعلا توقفي شوي مددك وعطائك لحتى الثاني يحس. أوقات فعلا يعني إن كان شخص عم يأذيكي هيك، أوقات لازم تعرفيها أنه في أزعم يتأذاكي، والمسلم القوي خير من المسلم الضعيفة. حسن الظن بالناس لا يكون بسذاجة، لازم يكون بواقعية. ولهيك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. فأنت عطي وقولي لا أريد لحمدا ولا شكورا، خلي هي نيتك، يعني مثل اعملي خير وكبي بالبحر، لكن لا تكوني لدرجة السذاجة. يعني جميل جدا. في أخت سلام في عندها وسطتنا وصايا تقول لو سمحتي تقولي لي لما إنه أبغى أشكرها من كل قلبي على وقفتها معايا من زمان كثير، وإنه إحنا نحبها كثير. أم لانا حبيبي الله يسعدك. أم لانا امرأة عظيمة جدا جدا جدا. كنت بتذكر يا جماعة لما أكون سوريا، وآسفة ما بدي أقول هالشغلة تزعلها، يعني أولادها الاثنين لأم لانا على الكراسي، فكانت تذكر بسوريا شوفة على الإشارة واقفة ويعني حاملة كل ولد على جنب ماشي. أم لانا أم عظيمة جدا 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 لأبعد الحدود، وراضية وشاكرة. وجود أم لانا بحياتي، تفكر أني أنا ساعدت وجودها بحياتي هو سبب إحساس تغييرات كبيرة بحياتي. أم لانا امرأة عظيمة، أتمنى من كل السامعين وكل الموجودين يدعوا لأولادها بالشفاء. من فترة تخيلوا يعني حتى بنتها يستوي العمود الفقري، حطولها براغي براسها، ظلت مشدودة لفوق شهر كامل وهن شادينها بالبراغي لفوق. هيك البنت عمرها 10 سنين، والله تحكي البنت تضحك وتمزح، من وين أخذتها القوة؟ 10 سنين والله من هالأم العظيمة. أم لانا الله يكتب لك الشفاء، وإن شاء الله أنت وياهن ببيت يوم القيامة اسمه بيت الحمد يا رب، بدون وهن حواليك تتمتعي فيهن يا رب دنيا وآخرة. آمين آمين آمين. وجزاك الله كل خير يا أم لانا على صبرك وتحملك وعزيمتك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. درس الله. وكتبت هلأ وقريتي سؤالها، سبحان الله كله لا حكمة فعلا يعني سبحان الله. طيب في عندنا ما شاء الله ناس كتير رفع يدها، فتحبي إنه نفتح المايك؟ يا ريت أسمع أصوات. الله الله أسمع أصوات حبايبي. نبدأ ب نورة. نعطي لنورة المايك. نوران بليز. يس ثانك يو. تفضلي نورة. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. يا هلا أهلا وسهلا. أنا صاحبتها لما الأصيل واسمي نورة أصطلي دهان. الحمد لله لي شرف كبير أنه تعرفت عليها، وكانت مسابة فعلا أخت وزميلة، ومو بس معي مع كل الناس ما شاء الله يعني، والله هيك يحبب خلقه فيها على طول. وهي كثير إيديها للخير وهذا الشيء مخبر، فبتمنى هيك الله يتقبل ويجعلها هيك يعني من أهم الناس. الله يسعدك حبيبي، شكرا لإلك ولدعمك ولوجودك. لما قلتي هيك نور الدهان قلبي هيك نط، الحمد لله يا رب على وجودك في حياتي، وإن شاء الله عند حسن الظن يا رب. شكرا حبيبي. Love you. Love you. Thank you. شكرا.
شكرا شكرا نورة. وفي عندنا فاطمة، في مداخلة مكتوبة من رشا، رشا خير بتقلك وإحنا نشكر الله إنك كلمتنا. حبيبي بعد قلبي عمري عمري حياتي لو تسمعوا لي لكم أكثر درس، نفسي بتح ماي، نفسي نقعد أنا وياها نشلي على حدا، ما عطتني هالمتعة والله، ما عطتني هالمتعة. ما بترضى يا أخي تستغيب حدا، بيكونوا مجننونا وهيك. نفسي حتى بيجي أوقات أنا بدي هيك إشلي بتقطع لي الطريق. هذا درس تعلمته منه، الله يسعده يا رب ويجعل الخير على إيدي على طول وليار رفقاته فيه. آمين آمين يا رب آمين. طيب ناخد فاطمة. yes thank you. ألو السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. يعطيك العافية. لما يعني أنا بدي يعني بفضل الله إني شاركت بهاللايف معي ومتابعة معي، ما شاء الله على صدقك صدقك وعطائك وفرفشتك وكله ما شاء الله نابع من قلبك، يعني ما في اصطناع ابدا ابدا ابدا. الله يخلي لك زوجك واولادك يعني، وكملي ما شاء الله حولك يعني، عن جد عن جد انت انسانه رائعه حبيبي بمعنى الكلمه. ثم انت الله يسعدك يا رب ويجبر بخاطرك ويبارك فيك يا رب. الله يخليك. بس حبيت اشكرك. شكرا 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 لك. الله يسعدك ما يحرمني منكم. شكرا. الله يبارك فيك. الله على هالأصوات. الله 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 كنز والله. الله يسعدكم. يسعدك يا رب. في عندنا هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بس بدي أحكي لك بالأول إنه من وقت ما بلش البانديميك السنة الماضية، أنا وكذا حدا من أصحابي ومن أخواتي، إحنا كل حدا هلأ يعني مثل كتير عالم، كل حدا بجهة من العالم بتفرقنا بسبب البانديميك. بس كنا نستنى شو أنتي بتنزلي على ستوريز، لأنه كان هيك مثل إشي ببرد علينا. قدرتي توازني بين إنه هيك ترفيه وبين عن جد هيك بالضبط اللي حكيتيه اليوم كله عن النعم وشكر النعمة، ربطتي بطريقة كتير حلوة من السنة الماضية وقت البانديميك عن جد. حبيبي انتي الله يسعدك. فأنا بس بدي أسألك شغلة سريعة هلأ. طبعاً. كتير مهم الواحد يكون متواجد على السوشيال ميديا بالذات بهذا الوقت، إذا عنده مجال بيحب يحكي فيه، إذا عنده شغل شخصي بده يكبره، وإنتي تواجدك كتير إيجابي وكتير رائع. بس السؤال هو كيف نوازن بين مسؤوليات العيلة وبين التواجد اللي هو للأسف لازم ضروري نكون موجودين إذا بدنا عن جد نكبر هالبريزنس على السوشيال ميديا. وشكراً. الله يعطيك ألف 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 عافية. الله يسعدك يا رب. للحقيقة شكرا لكلامك الطيب. الصراحة أنا بشوف أنه أي إنسان عنده أي موهبة أو أي شيء بتقدروا تقدموه على السوشيال ميديا، ترى هو يعني هي شغلة العصر، شغلة يعني، وما أخفيكم سر يعني أنه يعني يعني أنت اللي كنا ننطر قنوات تلفزيونات حدا يتبنانا، حدا صار عنا إحنا المجال لحالنا ولا بوس علينا ولا شيء. وفيما بعد ما كمان أخفيكم سر، هو إيزي ماني يعني، فيما بعد يعني مدخل مصدر دخل حلو يعني، ويعني ما بدي لكم سهل، لكن أي مقارنة بناس تطلع تشتغل وتنحت وتهيك أكيد هو يعتبر سهل. لكن أنا شلون توازني؟ شوفي يعني إن كنت تدوري على الكمال بحياتك والله صعب يعني الصراحة. فيعني يعني لا بأس إن يوم إن يوم كان السوشيال ميديا يعني إن أنا كنت موجودة بمكان يعني السوشيال ميديا تتطلب إني أنا وثق هذا الحدث وإني يكون متواجد، هيك ما علي أنا اليوم حجيب للأولاد أكل من برا، عرفتي هاد كمان شغلي يعني، عرفتي أنا عندي طلبي حجيب الأولاد شغل من برا، يسهروا إسا ساعة عن اليوم المعتاد، فما علي بتاني يوم إن شاء الله حساوي له وجبة مليانة خضار مليانة حعوض يعني أنا، عرفتي يعني هو بس خل شوي توازن، يوم يعوض يوم يوم يساوي يوم، تاني يوم انت عندك التزامات، ابنك عنده شيء ملعن ابو السوشيال بنزل شو هيك. انا اوقات بستعين بالنكت كثير يعني، حتى خلي حسابي ماشي
وأنا ما عندي إمكانية الظهور أو مشغولة كتير أو يعني، فبخلي مسنكاتك، بخلي شغلاتك باكاب يعني، بصورها وما بنزلها فورا، بنزلها بأيام انشغال يعني. ومثل ما قلت لك يعني هو عمل لو أن الناس ما تأخذه بعين الاعتبار، إنما هو شغل تقصيرك فيه يعني هو تقصير لوصولك لحلمك يعني. فمعليش الحياة هيك، بتنخبص يوم تزبط يوم تتسكج يوم، بس يعني ما طالبي بالكمال. وأكيد عيلتك أولويتك في كل شيء، بس يعني في شغلات ما في داعي للأوفر دراما. عمره الجلي ينام اليوم بالمجلة، بكرة بجلي حتخرب الدنيا والله ما تخرب الدنيا. المهم الله يكرمكم، الحمامات يعني هاي الشغلات الأساسية تكون نظيفة وصح، وأكل وأكل نظيف، والباقي هون يعني. في كم من حدا، بس أنا حابة أقول أسماء لأنه كم من حدا حط كتب لك بالكوشن بس أنه بيشكرك، بس أسماء مشان يعني تعرفيهم. في عنا دانا، فاطمة، فرح، ليلى، سهاد، سيدرا، في أنونيمس، ناس كتبت أنونيمس لي أنه بيشكروك كثير، وفي لين وام الزين، كل هدول كتبوا لك وحبوا انه نوصل لك يعني. شكرا شكرا لك على اللي قدمتي لهم اياه اليوم، حبيت هيك اقول اسماء. حبي الله يسعدك، صدقيني حتى لو ما قلتي الكنيات عرفتهم يعني، هدول الناس دائما موجودين بالكومنت او عرفتي يعني، بعرفهم بدون ما اشوفهم. الله يسعدكم وياكي يا رب وياكي. طيب في نرمين، يس نرمين تفضلي. مرحبا، مساء الخير. هلا مساء النور، كيفك يا لماس واخبارك؟ ان شاء الله بخير. هلا هلا حبيبي، هلا يا قلبي. بس انا مالي مثل اني عم بحكي معك. لك انا الفرحانه، انا اللي لي الشرف والله. انا من سوريا وبتابعك من الكويت، بحبك كثير 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 كثير. وبدي اقول لك شغله، انه انا كل ما بصلي بالتراويح عن جد بدعي لك من كل قلبي. يا رب لك الحمد، شكرا يا حبيبتي. ان شاء الله الملائكه تقلك ولكي بالمثل يا رب بكل مره يا عمري انت. وبتمنى عن جد بتمنى لو اقدر اتواصل معك دايركت يعني، بصراحه حلم والله عن جد حلم. حبيبي والله بتشرف بتشرف، اذا بعثتي لي ايميل او اي بشوفه اسرع يعني بعد اذنك. شكرا كثير، الله يسعدك. سامحيني لولا الضغط انا ما كنت يعني فوتت حدا فيكم. على طول بكتب لك على الانستغرام وعلى طول يعني بتابعك، بعلق لك حتى على الخاص بالانستغرام، بس ولا مره يمكن الضغط الله يتم عليك علي يعني. والله مو مقصود، الله يسخر لك الارض ومن عليها. شكرا يا قلبي، فرحت سمع صوتك. شكرا حبيبتي، تسلميني عمري. شكرا شكرا شكرا. ما اعرف اذا في احد عنده سؤال معين حابب يساله، او نستمر في انه ناخذ الاشخاص اللي رافعين يدهم، لانه ما شاء الله في الكيو ان اي في كثير ناس ما شاء الله عم بيشكروا ما شاء الله ما شاء الله، ما لاقي سؤال عارف اللي ما شاء الله كله بيعبر عن حبه وعن امتنانه ليكي لما، فما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يا ربي يسخر لك دائما من في السماء ومن في الأرض يا ربي بكل خير وعافية. إياكم شكرا على هالفرصة حبيبتي ريم، والله عاجزة أنا، هاي أول مرة بحياتي بجرب حالي يعني، كنت خايفة كتير لأني ما سبق عملت هاي الشغلة. لما تصوري على الانستغرام أنت بتحكمة يعني، تحس فيه طلعي عرفتي، أما هيك أنه خلاص اللي تقولي قلتي يعني. فشكرا على هالفرصة حياتي. ما شاء الله ناتشرال يعني، لما أنت ما شاء الله ناتشرال اندس يعني، الله يا ربي يكرم الدنيا وآخر. طيب وناخد كمان بسيمة، في ليلى وفي سلام كمان عم يكتبوا لنا بكل مكان إنه حابين يحكوا معك، فممكن بعد بسيمة نشوفهم كمان. أكيد أكيد ما شاء الله، هي الأيادي بتزيد يعني، الأيادي بتزيد. بسيمة يس تفضلي. شكرا. عم تسأل يا ريت تعيدي دعاء نوح بعد الخروج من الخلاء. اوكي بكتب لكم اياه على الانستغرام من عيوني الاثنين حتى اذا تكون تحفظوا. مرحبا لما كيفك؟ هلا 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 هلا، انا باسمة من سوريا بتابعك من كندا. والنعم منك حبيبي، انا كثير انبسطت اني شفت هاي المقابله،
يعني كنت نسيانتها، أنا عم بقرأ قرآن فات علي ظاهر شيء من حديثك الحلو، وأنا بتفائل فيكي وبتمنى تدعو لي الله يزيل همي. شكرا كثير كثير لكم، ربي يبدل حزنك لفرح ويبشر قلبك حبيبتي قلبي ويعلي مشانك حبيبي. شكرا. الله يسعدك حبيبتي، شكرا كثير لك حبيبي. باي 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 يا قلبي، الله يسعدك. باي. لما أزيل في حال ما لقيت يعني ما كفانا الوقت إنه كل الأسئلة نجاوبها، ممكن نبعث لك ياهن، وكمان أنت تصيري مثلا بتحطيهن عندك بال تمام. وهي عموما اللي ما حضر من الأول هي حتنزل على اليوتيوب كمان صح؟ يعني نعم حتنزل إن شاء الله على اليوتيوب مسجلة، في أي وقت ممكن يرجع يحضروها بإذن الله تعالى. أنا بحبكم، شكرا كثير كثير كثير. طيب في لسه ضايل عندنا يعني ما شاء الله، يعني في عندنا عزة عقاد I think، نعطيها المايك. yes مرحبا. يا هلا، أهلا وسهلا. كيفك يا منوش؟ هلا حبيبي، أهلا وسهلا. كثير مبسوط إني سمعت صوتك. أنا أسعد والله، الله يسعدك. الله يخليك يا رب. عم تابعك أنا وبنتي. يا عمري بسيلي يا الله يخليك يا رب. الله يخليك. شوفي أحسن بس خلق وعلم ودين. الله يخليك يا رب، تسلمي كلك زو. بس حبيت سلام عليك والله. شكرا كثير كلك زو، فرحت بسلامك ووصل كومت بوسات، شكرا كثير. الله يخليك يا رب. ويلا باي خالي. حبيبي يا رب. خالي لما قولي له باي. باي. ولا باي. انا لما بحس حالي هيك يعني شخص له اعتباره في هذا المجتمع. باي. باي. الله يسعدك يا رب. الله يخلي لك يا رب، شكرا حبيبي. الله معك بامان الله، مع السلامه. ليس باي لهلا. باي. لما حبيبتي انا عندي سؤال خطر في بالي السؤال، ويمكن هذا السؤال يعني لانه احنا كلنا بنمر في هذه الاوقات، واكيد يعني كثير من الناس هنا ممكن they can relate كمان. لما يواجهك صعوبة، لما تمر في صعوبة معينة، لما تمر بتحدي معين، إيش الشيء اللي ممكن أول ما تواجه الصعوبة هذه، إيش الشيء اللي ممكن يفكر بإنك تذكري الله أو تحمديه عليها أو تدخلي في دائرة الحمد؟ تمام. هلا اي طبيعي يعني اي مشكله تحصل معنا، يعني احنا ما لنا ملائكه، يعني احنا بشر، وان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع، يعني طبيعي جدا بالفتره الاولى تكوني متخبطه، ولكن هو اي حزن او اي يعني مصيبه يمر فيها الانسان هي الى يعني دوره حياه، يعني عفوا بزي اوكي جوجل ستوب، إلى دور أي حزن له دورة يعني بالبداية هي يعني صدمة وعدم التقبل، بعدين السخط، بعدين ببلش سؤال ليش أنا، ليش مو غيري، يعني بتبلش هي المرحلة هون بقى تتفرع، يا تضلي الآن بهي المرحلة وتضلي يعني مستمرة إن ما حكيتي حالك ووسطك يد العون، وإن ما كان عندك هذا الإيمان وهيك حتضلي الآن بهي المرحلة ويعني احكمي على حياتك انك عايشه بلا روح، يا اما انه هاي المرحله حتمر فيها اجباري السخط وليش انا، وهذا مو يعني قله ايمان او شيء، هي مراحل حزن اجباري، بشر نحن بشر، يعني بيجي سؤال تسالي ليه انا، ليه هاي فلان صار، ليش بهالسهوله، ليه، بس فيما بعد بيجي لازم المرحله الثانيه تكون هي التقبل، لازم تكون التقبل، هاي الشغلات اللي تجي بتذكر نعم الله، بتعظيم الشغلات، بهيك يعني حكيك الداخلي مع نفسك كل يوم، عقلك الباطن شو عم تطلقني، بمساعدة من حدا، يعني قلت لك حتمرقي بكل هاي المراحل من السخط للحزن، ما حتكون أول ما تجيك الشغلة أو أول هيك تقولي الحمد لله والله وتقبلت وهيك، أعتقد هي نفسية الأولياء والصالحين والأبياء، إحنا بشر، فبس المهم ما تضلي على الآن بمرحلة إنكار الواقع والحزن يعني اليأس، وكل ما ذكرنا اليوم هو يساعدك على الامتنان، هي تذكر عظيم نعمه. بس دي أحكي لك شغلة معلي، مرة يعني واحد شاف رجل على الأرض قاعد ماشي ما عنده لا إيدين ولا رجلين،
وعم يحمد الله يحمد عم قال له يعني على 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 شو انت عم تحمد الله يعني فيك ما فيك يعني كل المصائب اللي فيك قاعد انت عم تحمد لي الله عم قال له يعني ألم يخلق لي يعني بدي ألم يجعل لي لسانا ذاكرة وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا يعني هادو لا عنده لا ايدين لا رجلين قال له يعني في نعم تانية ترى كثير ما عندي ايدين رجلين بس ما انعم عليه فهو هذا التذكير دوما بما نملك وعدد نعمك لا متاعبك خلوها هيك ببولت عريض فوق مكتبكم فوق اكثر مكان انتم بتشوفوه عدد نعمك لا متاعبك يعني جميل جدا جميل عدد نعمك لا متعبك جميل والله جدا حبيب. جزاك الله خير طيب في عندنا نرجع ناخذ من ان شاء الله كل ما لها الليستة بتزيد يا لا ما شكرا حنكمل بعد ال 12 يعني في عندنا أحلام ناخذ أحلام تفضلي أحلام السلام عليكم هلا وعليكم السلام والرحمة والإكرام كيفك حبيبتي شو أخبارك هلا هلا يا قلبي أول شيء بدي عن جد قلك إني كتير كتير مبسوطة إني قدرت أحكي معك هاي أول شيء أنا حظي حلو والله حظي حلو الله يسعد هالصوت يا رب تاني شيء بدي قلك عن جد الله يجزيك ألف خير على كل شيء اللي حكيتي عن جد حكيتي كلام قمة بالروعة بصراحة حبيبتي الله يسعدك أنا مني وعلي خليتيني بصراحة يعني هيك ارجع لفكر بعقلي وفكر بكل شيء عم يمر معي وقد فعلا نحن بنعم كبيرة وعظيمة مو شايفينها بالفعل ايه والله الحمد لله شكرا حبيبي أنا صدقيني يعني عقول هالكلام الكل اللي قلته قلته لحالي قبل ما أقوله لألكم يعني أنا كنت بحاجة حتى سمع لحالي هذا الكلام فيعني فشكرا كتير إليك إنك عطيتينا أصلا من قلبك هذا الحكي كله حبيبي أنت والقلب يوصل للقلب دخيل قلبك الحمد لله قلبك يا رب وإن شاء الله نشوفك عطول هيك منور بعون الله ثم وجودكم شكرا حبيبي والله الله الله يوفقك يا رب شكرا يسعدك شكرا أحلام وفي وفا ناخذ وفا السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام كيفك يا لما أنا وفاء غيبة إذا بتذكريني هلا هلا حبيبي طبعا أكيد مربية وأم فاضية مربية على نفسي الله يسعدك حبيبتي لما أنا يعني لما بشوف ستوريات يعني كتير ناس مشي هيك بس لما تجي انت بركز هيك بحط السماعة بقول لهم موشة اجي خلاص لازم ركز اي وفاء اي وفاء متابعينك هون كمان عن جد لما انا ستورياتك انا يمكن الناس ما بتعرف انا كتير بحب الضحك كتير بحب هيك الفرفشة يمكن بطلع جدية يعني بالتربية هيك بس أنا كتير بحب خفة الدم تبعك توصلني هيك بفطس ضحك أنت من الناس بفطسني ضحك وحتى لما بتحكي بأشياء بالدين وبهيك بتوصلني فكتير بنبسط بكل شيء بتحكي ابقي مثل ما أنت ومن أسبوع حطيتي شغلة على التسامح وهيك كتبتي إنه أول شيء إنه ما بقدر وبعد ستوريتين رحتي كتبتي إنه سامحت يا الله شو بكيت يا لما يا الله شو بكيت لأنه كتبت لك ما بعرف أكيد أنت بيصلك مئات المسجات وصلتي لقلبي بهديك الرسالة فبس حبيت لك stay how you are لأنك أنت هيك بتجنني وأنت محبوبة الآلاف مثل ما أنت حبيبي شكرا كثير عن جد انا بحبك في الله الله يسعدك والله يديم عليك هي الشخصيه الحلوه ويخلي لك سامي اللي انا دائما بدعي له لانه انا كمان عندي ابني اسمه سامي الله ويخلي لك زوجك وعائلتك الحلوه اي لاف يو كثير تحفور من القلب انت من قبل الانستغرام على السناب شات شكرا لك حبيبي كلك ذوق وسدد الله خطاكي والله يجعل عليك كل حبيبتي انت لما حللتي نفعتي شكرا كثير حبيبي يا حبيبتي يا حبيبتي يا لما حبيبي شكرا على هامش حبيبي. موضوع التسامح والمسامحة صراحة أنا يعني من بين الشغلات اللي هالسنة يعني تجاوزتها بالامتنان أنا هالسنة ابتليت بشغلة يعني كابتلائي لهي السنة هي أني فقدت صداقات كثيرة يعني من حولي الصراحة
صارت لي مشاكل كتير بدون ما أطلبها، هي إجت لعندي يعني عرفتي، وتكون أنا شخص عصبي واللي يدوس على الطرف يعني ببلع بعدين يمكن بعطي كتير من قلبي، فبس حدا يغلط بحقي بنفجر يعني. فكان ابتلائي هالسنة بالأصدقاء، حتى أنا ما خبيت هذا الشيء على الإنستغرام، يعني الناس يفكروا أنه أنا على طخ ما خبيت، طلعت قلت ترى أنا هاي وفي واحدة غلطت بحقي وأنا تعاملت بالإجراءات القانونية وإلى آخرها، أو في حدا يعني هسه كان ابتلائي بالناس فعلا، فقدت أصدقاء كتار يعني ما بعرف ليش يعني. فلما أقعدوا ليه يعني ليه بس حدا يوصل لي هاي فلانة ليه بطل، يمكن لأني كمان أوقات نزل شغلة على الإنستغرام الناس تفكر علي، أوقات بمزح بشغلة يعني، والشهرة كان إلى ضريبة بهذا الموضوع، حتى أنه في ناس يعني ازعل منها أنه ما تدعمني بأوقاتك. فصارت لي مشاكل مع أصدقاء كتير يعني، وأنا هلأ حاليا يعني من كان بيتي يلم كتير عالم يعني أصبحوا قلة قليل، بس هن النخبة يعني ولله الحمد. فكانت تلاقي هالسنة بالرفقات يعني، شوفوا أنا الشخص البشوش اللي قد يشوفكم بعضكم يقول لي أوه لما نتمنى نصاحبك أن حتى نقعد نمزح ونضحك وهيك، وابتليت هالسنة كان ابتلائي بالأصدقاء. فكنت شعرت أنا بموت خوف من الوحدة، بموت خوف يا جماعة، ما بالكم أنا شخص مشهور، لما تسمع الناس أني أنا مسا عندي صار مشاكل هالسنة مع كذا حد شو حيقولوا عني يعني، هاي والله راعية مشاكل ولا مدري. فكان يعني ابتلاء، وخاصة أني ما بعرف أسبابه لروح صلحه، ما بعرف وعدة ما عرفت أحكي معه فخلت الباقي ما يحكوا معي، من هيك شغل بنات وكلام فاضي وتفاهة وإلى آخره. فأنا تقبلت هذا الموضوع أنه أول شيء طلع لي نخبة من الأصدقاء يعني أصدقاء روح يعني، ما كانوا وجدوا ديما وهبة وكثير من الناس ما كانوا وجدوا لو يعني ما صارت لي هالمشاكل. ثاني شغلة أنه قلت هو أنا حبتلى هالسنة، فابتلائي كان بالناس. مع السلامة، يلا دخيلكم، مهم ولادي بخير صحتي بخير، هذا هو ابتلائي لهي السنة يعني. فكمان تجاوزت خوفي من الوحدة والمشاكل اللي صارت لي، وهذا بإحساس الامتنان أنه مشكلتي أو ابتلائي هالسنة كان بهذا الناحية، ما كان من بالله عليكم لو سمحت عم يقول والدي، أريد أنا والد لما الأصيل بدي أحكي معه، لو ما عليكم أمر أكيد طبعا أكيد. أستاذ خالد، خلينا نوران يس. خلينا نلاقي هلا حتسمعوا كيف نفس اللهجة نفس الكلام هتقولوا يعني الاسم مشان يمكن نوران مو خالد الأصيل بالعربي، يمكن كاتبه كان خالد الأصيل، أبوي ارجع اكتب حتى يلقطوك بالله عليكم ما تسكروا اللقاء قبل ما نسمع منه، بالله عليكم شو ما يهدني هلأ اللي نصبتي المبتدأ ورفعتي الخبر خالد الأصيل كتب مساء الخير لقطوه هلأ اللحظة كتب بالشات، فتحنا المايك أستاذ خالد تفضل. السلام عليكم، مساء الخير لكم جميعا. أنا عاجز عن شكركم أنه يعني خليتوا لما تعطوها فرصة أنه تحكي مع الناس ومع حبايبه، وأنا سعيد جدا يعني أنه أشوف بنتي، والله هذه صغيرتي وحبيبة قلبي والأثيرة لدي. طبعا راح تزعل لبنى هي الكبيرة والحلوة والحبابة وكل شيء، لكن لما هذه إلى مكان في القلب يعني عجيب غريب. لما حبيبتي الله يوفقها ويحميها ويخليها. طبعا حبي للما لا يعني انه اتغاضى عن اي خطأ تقع في بنتي، انا دائما اصلح له. لما ارت آية غلط ومعليش راح اصلح له امام الناس، لا مو حيقول لي نصبتي الخبر ورفعتي المبتدأ، لا بابا حبيبتي الآية وترى الملائكة حافين من حول العرش، وليس صافين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، آخر سورة الزمر. لما أنا فخور جدا أنه أنت بنتي، وأنا فخور جدا يا حبيبتي أنه أسمعك. لما يا حبايبي صار لي 3 سنين ما شفته بسبب ظروف الكورونا وظروف إقامته،
دعواتكم أنه أشوفها في أقرب وقت هي وأولادها. والله يحفظ لكم أولادكم جميعا، والله يديمكم ويعزكم ويكرمكم وتظلوا سند للما إن شاء الله. شكرا لكم جميعا. الله ما يحرمني منكم كلب. تعرفوا أنا وإخواتي وكل يعني إحنا كلياتنا إن سوينا شيء بحياتنا هو يعني عشانه كرماله بس يفرق ساوي هي عشان يفرح. حتى اخواتي وين يسكنوا وين يعيشوا، تخيل يعني هي الامور المصريه تجيهم فرص، ابوكم ابوكي ابوكم ابوي ابوي يعني هد هو الله يخليكم جميعكم ويرحم اللي والده توفى وهيك، لكن يعني هو بعد الله سبب بكل شيء. اي خطوه في حياتنا بعد والله لو يجيني 20,000 بوس كومنت ولايك دور على اسمه هو أمي، بس حطوا خلاص ما حطوا أبوي أمي في شيء يعني اليوم ما في لايكات في هات تمام الأمور يا ول يا بنتي حزفي ما أدري شو ببادلني بهزني على كيفكم، خاصة معصب على الناس ما بيخليني بيقلي لا تفوتي بمهاترات مع حدا فبيحزفني لأخير فش قلبي بس حبيبي. الله يحفظ لكم يا ويحفظ لك لما، لأنه هي حبيبتنا وإحنا كلنا فخورين فيها. ربي يجمعكم ببعض يا ربي قريب على كل خير وصحة وعافية يا رب. يعني لمس قلوبنا جميعا صراحة، يعني شكرا إنه كان معانا وحاضر معانا وفخر ومن جد نتشرف بوجودك معانا. جميل يا رب الله يسلمك. لما الزيارة الجاية مرورا بالرياض وبعدين بتروحي لهم أكيد لازم. يا رب قريبا عاجلا غير آجل يا رب. شوفكم يا رب العالمين آمين. حناخد كمان شخصين لأنه خلاص داهمنا الوقت، يعني حناخد ليلى. تفضلي ليلى. مرحبا ولي. حسوا بإحساسي. عن جد ولي بدي اقول لك انه انا بحبك كثير ولا خلص اوكي. يا عمري انت انا بعبك اكثر، شكرا كثير كثير يا قلبي. عفوا شكرا انه هيك حكيتك. حبيبي شكرا لك، انا الممنونه انا المحظوظه والله. شكرا حبيبي الله يسعدك ويخلي الضحكه يا رب. حبك كثير، حبك اكثر عمري. باي باي عمري باي. في كمان عندنا ام الزين طلبت بالحاح انها تتكلم معاكي. يلا الي الشرف يا رب تكون ببالي. أم زين هلا هلا مسنور. كيفك يا لما؟ هلا أهلا وسهلا يا لما. الله يسلمك يا رب ويسعدك ويجبر خاطرك. عرفتيني أكيد؟ عرفتك قلت لهم يا رب تكون ببالي أكيد. دخيل قلبك يا رب والله إنه اسمك بين دعواتك كل دعاء حبيبتي. الله يجبر بخاطرك يا لما ويجمعك مع أهلك يا رب. شكرا حبيبتي شكرا كلك ذوقه حبيبي. قول انك الناس اللي كتير مأثرة وعن جد بنحبك كتير ونستناك بالدقيقة. لك تخيل هلكنا الحمصية شو حلوة. بس انا من ادلب. نفس الشيء بتشبهوا بعض حقكم بيشبهوا بعض لا تقولي لي لا. ايه حبيبي يا رب الله يسعدك. شكرا زين كلك ذوقه حبيبي جميله. شكرا جزيلا. وفي عندنا سلمى نوران. يس تفضلي سلمى. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. كيفك حبيبتي لما؟ انا من لبنان بتابعتكم من الرياض يا عمري. ما شاء الله عليك عن جد طاقه ايجابيه. يعني زوجي انا قبل ما ننام بالليل بفتح ستورياتك بقول لي كل يوم هيك حتفتحي لنا اياها انت بس بتحبي تضحكي. قلت له ايه انا ما فيني اعيش بدون ما اشوف ستوريات لما وبفوت وبعيد ببعتهم لعائلتي كلهم صراحه. يا عندي سؤال ما تفارقك ولا تفارق بيتك يا رب. الله يسعدك يا رب واخواتي بيتابعوك وكل العالم يعني الحمد لله. عندي سؤال مهم. اول شيء
أكيد طبعاً بين كل زوجة وزوج في مشاكل بتكون، بس أنا بدي أعرف ما شاء الله تبارك الله طبعاً، يعني شو أكتر مشكلة بتواجهيها مع زوجك بخصوص السوشيال ميديا؟ وسؤال تاني، شو هو هدفك بالحياة؟ هو حاضر معنا على باسل، معلش مددونا لقاء ساعة أدلو بدلو. عن جد ما شاء الله عليك، عن جد نياله فيك هاي أول شغلة، وبعرف إنه في كتير حيقولوا لك نياله فيك، ولكن هو الرجال بضل عنده نقطة إنه ما أنتوا ما بتعرفوها. طب ما أوكي، بس إنه مرتك ما شاء الله كسح الدنيا اسم الله، وإن شاء الله لأكثر وأكثر يا رب. الله يسعدك يا رب، شكرا كتير لك. أجاب على السؤالين من عيوني. يلا باي حبيبي، عم بتشتي حبيبي، حلوة حلوة الله يسعدك يا رب، ان شاء الله بتجي على الرياض ونشوفك وتلتقي باهلك قريبا. لي شرف، لي شرف والله، ان شاء الله. باسل يسلم لي طولك، توقع بي قلبي وما حدا يطولك. للعقيقة باسل داعم لأبعد حد، هو المنتج، هو المخرج، هو أوقات الأفكار من عنده، أوقات هو اللي أسس لي إذاعة لما اف ام، هو اللي يعني هو أخذني عرفاني، هذا هو المكان، هو يعني ساعدني بهذا الموضوع حتى يشتري راحة راسه، يعرف أنه سعادتي وبنقلب شخص تاني، يعني بس كنا مع يعني بس مارس الإعلام وهذا الشغف ينعكس على بيتي وعلى حبي لكل شيء في الدنيا. لكن مشان هيك لأنه داعم لأبعد حد، بحترم طلباته لأبعد حد. أنا حزفني كثير ستوريات لهلأ ما بعرف ليش، يعني هلأ الرجال ما كثير بيفهموا بالمكياج، فعنده مقياس المكياج أنه إذا حاطة حمرة فاقعة معناته أنت مكياج كثير، ما لك حاطة حمرة فاقعة معناته ما لك مكياج. يعني من يعني محزفني كثير ستوريات، مدري شو بضل بيذكرني انت مانك فاشونيستا، انت ما انت الناس حبوكي بغطى الصلاه اللي كنت تلبسيه تطلعي انت اوقاتك، لما يخف التفاعل بحب اسوي شغلات الترندي اللي بتصير على الانستغرام وهدول التيك توك وهالقصص، بيقول لي انت مانك فاشونيستا وانا ما دعمتك لهذا الباب ولا لهذا المجال. يعني كثير ناس بيطلع عملي ميك اب توتوريال هيك، ما بيحب اني انا يعني كون يعني والله يعني عرفت شو قصدي، يعني عنده هيك خطوط حمراء ما ناقشوا فيها، بحترموا فيها لانه هو داعم باي شيء. بيقول لي هذا الستوري ما حلو، بعد ما احذفه ممكن استفهم ليش يعني. فبيحذفني فعلا كثير شغلات، بس هو الداعم الاول والاخير بعد الله. ربي يخليكم لبعض يا رب العالمين، دائما يعينكم على كل خير يا رب. آمين يا كريم. آمين يا حبيبي. آمين. هناخد كمان سؤال، أنا أعتذر جدا من كل اللي رافعين يدهم يبغوا يتكلموا معك، ترى ما شاء الله يعني كله ما بيزيدوا، بس يعني لضيق الوقت وما تعرفوا، يمكن إن شاء الله يمكن يكون في شيء تاني في المستقبل مع بعض تاني بإذن أكيد الله. إن شاء الله. ولكن قال بيقول لك إنه أنا بمرحلة تضارب بحياتي بين شكري وامتناني لربنا وأحكي بلساني، بس مش كثير عم بقتنع داخليا من قلبي من اللخبطة اللي أنا فيها. إيش ممكن تنصحيني عشان أحس حالي أكون أقرب أو أكثر للحمد والامتنان والاقتناع من الداخل اللي يقربنا لربنا؟ الحقيقة شوفي، هلا أنه الشخص بكل يعني خاصة مع وجود السوشيال ميديا، أنه شخص يكون ممتن وشاعر أنه عنده شغلات كتير الناس ما عندها، شغلة كتير صعبة، لأنه هي عقبة الامتنان هي تجي بالمقارنة، وما بالك بقى الانستغرام السوشيال ميديا عم تضل تورجي الناس أنه يعني باليوم أنت عم تفتح فيه زعلانة وبكيانة ومتخانقة وحالتك حالة وبضيقة مادية أي شيء، فتحت الانستغرام طالعين مشاوير رايحين عم يضحكوا مع قلبهم هم مدري. فالامتنان بكل هاي الظروف الصعبة مو سهل، وخاصة أنك عم تتابعي ناس تانين، ناس مكملة بحياتهم وأنت الحياة ملطشتك everywhere. يعني أول شيء شوفيك، مثل ما أنت يعني مثل ما إحنا نؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى وما في شك بهذا الموضوع، أنا يعني شغلتين يعني لازم تحطيها ببالك، وعود الوعود اللي قلنا ياها هي أمر حتمي لابد منه،
إن بعد العسر يسرى. حتما أنت اللي أنت فيه والله ما هو ضالل ولا هو مستمر، واللي أنت فيه حتشوفيه فيما بعد حتشوفي خير وحتعرفي أنه هيئك لشغلات تانية. ولو أنت هلأ مستحيل، أنا بعرف هالكام حتقولي كلام جرايد أو أي خير بالشغلة اللي عم تصير معي، بس والله ولا تقولي يا لما قلتي، بس تفرج، لأنه بعد العسر يسر وعد من أكرم من أصدق من أصدق من الله، وعد هو وعد منه بعد العسر يسر، حتتفرج همك حتعرفي الحكمة فيما وراء. طب كيف اتعامل هلأ حاليا وأنا ماني شايفة هي الحكمة ولاني حاسة فيها؟ حقلك حطي هيك قدامك شغلة كمان، شوفي يعني دائما هي الحلول دينية، لكن ما في أنا ما لقي مخرج غير هيك، أنه أنا عظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. شو ما بدك أنت ظني برب العالمين، ما في خير باللي أنت فيه، أنت هذا عرفي أنه أنا كيف حفكر هو حيعطيني، خاص هو كمان هذا من وعوده، أنا عظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، إن خيرا فله وإن شرا فله. فصار الأمر حتمي حتمي إنك بدك تفكري بالخير، مو خيار، حتى تاخذي الخير فيما بعد. حطي ببالك إنه حالك اللي أنت فيه حيتغير، وبعد العسر يسر، وإن شكرتيه هو حيزيدك، حيفرج عنك، حيعوضك خير. الدعاء ثم الدعاء، وادعي الله سبحانه وتعالى إنه يطلعك من اللي أنت فيه وكأنك شفتي عين الإجابة. مرة كنت بمكة مع أبوي، مسكني هيك من إيدي، قسم بالله أول ما وصلنا على الكعبة مسكني هيك من إيدي، قال الليلو يا رب جيتك أنا، ما حتردني خايبة، يا رب اشفي لي ابني، جيتك أنا، وهيك مسكني من إيدي بقوة والله، هيك عص علي الليلو ترى أنا جيتك يا رب، جيتك بفقري بوجعي كأم بكل شيء، الليلو يا رب أنت تشفي لي، يا أنت الشافي أنت المعافي أنت، والله وقت قلتها وكأني شفت كأني حسيت وابتسم لي رب العالمين يعني، واستغفر الله يعني ما عم أقول أني ادعي رؤية الله، لكن عم حكيكم على إحساسي، وكأني شفت الله يعني كأني شفت عين الإجابة، دعيت وحسيت بالإجابة. وفعلا نحن حاليا بمرحلة المراقبة لابني، هل هو يعني تم شفائه بالمرة أو لا، لكن حاليا كل المؤشرات تقول أنه تجاوز اللي كان فيه 100%، إن شاء الله الله يتم فضله ونعمته علينا، لكن ادعي الله بعين الاستجابة، بعد العسر يسر، وانت والله عم تظنك فيه. معليش ولو اني فضت بهذا الحديث، بس لاني قريت كثير اسئلة على نفس الشيء فقلت هذا شامل لهذا الاجوبة. جد جزاك الله خير يعني لهذا التذكير، وانت شفتي ربنا في قلبك، ف وهذا يعني من أكثر الأشياء اللي بتحسسنا بالاتصال فيه سبحانه وتعالى. وزي ما ذكرت إنه ربنا لما قال إن مع العسر يسرى، مع العسر بيجي اليسر، حتما وعد وعد وعد، هذا وعد الحمد لله إنه ربنا ربنا الحمد لله، والله الحمد لله فعلا والله الحمد لله. يعني أنا ولا واحد فينا أتوقع يبغى يختم ولا نبغى نخلص، وعدينا الوقت ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا ماني عارفة من فين أبدأ أشكرك حبيبي، الله يسلم. أي شيء أنا حاسة إنه لازم أقوله وأنا أبغى أقول أختار إني أقوله، إنه لما أنت إنسانة حقيقية، مو إنه خلف الإنستغرام وإيش اللي نشوفه بالإنستغرام هو يختلف عن الواقع، أنت كما أنت إنسانة حقيقية بكل معنى الكلمة، وهذا يعني هذه نعمة إنك تحافظي على هذا الشيء وتحسسينا إياه وإحنا نحس فيكي. فمن جد ربي يكرمك دائما وإياكم حبيبي يا رب، ويغنيك يا رب العالمين ويسعدك وإياكم. شكرا. أنا أسفة بس في طلب، في واحدة من الأشخاص عم تكتب وكثير يعني بعيون طلبت إنها تحكي معك، فبس لو نطلعها تحكي معك. في شاب لو سمحتي إلو ساعة عم يقول ما أخذت ولا شاب ما بعرف، والناس عم يقولون طلعوا الشاب، فالله يسعدك لو قدرت. في عنا شاب وفي عنا بنت، منطلع الاثنين بعد إذنك يعني حناخد بس هيك بالعكس لقيت. إيه بالعكس أنا لو ما طول عليكم بناخد آلاء وبناخد الشاب اللي اسمه خدول الشاب، أماني ما عرفته مين الشاب، خدينا يمكن اسمه عدي كاتب أنا الشاب لا هي عزة آه أوكي عدي. ف
طلعوا لنا عدي، بس أول ناخذ آلاء بعدين ناخذ عدي. يلا guys أنا آسفة بس I can't find آلاء، إذا بتكتبوا لي اسمها بالشات somewhere لو سمحتوا. يمكن اسمها آلاء لوج هيك ال يو جي، هي آلاء لوج A L double A. آه كتبت كتبت هي ال يو جي جي. آلاء بدي ترفعي ارفع يدك الله يرضى عليك عشان ايوه حصلناها ما شاء الله من اعداد الناس ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ومستمرين ما شاء الله. وينك آلاء؟ آلاء لو ترفع يدك حنلاقيكي اسرع ترى عم يسألوا حتحفظوه وحينزل على اليوتيوب انا احط لكم اللينك من عيوني. طب ناخذ عدي الى ان نلاقي آلاء. اوكي وعدي اوريدي رافع يده. نوران يس ثانك يو تفضلي عدي. مرحبا. يا هلا اهلا وسهلا كيفك؟ اهلا وسهلا الله يسعدك الحمد لله بخير. هلا انا بالاول كنت متحمس اني احكي كثير بس بعد ما طلع الدكتور خالد قلت احكي ولا ما احكي بس لا احكي يا سيدي احكي الله يسعدك يا رب. هلا قبل ما ابلش باي شيء بدي احكي رح اقول لك انه انت عندك شيء غريب يمكن سحر ما بعرف شو هو بخلينا كلنا نشوفك وحده من عائلتنا يعني انا ولا مره شفتك حدا من عائلتي بعرفك بحس حالي بعرفك شخصيا وقريبه كثير هذا الشيء دائما بخلينا يعني وقت تكوني لما بمرض سامي ولا بمرض الدكتور خالد كنا دائما لما نشوفك مهمومه او زعلانه ندعي لك من كل قلبنا وكانه عم ندعي لحدا فعلا من عائلتنا ندعي يعني كانه عم ندعي لحالنا. الله يسعدك الله يوفقك يعني ما بدي اقول لك الله ان شاء الله ما ندعي لك الا بالفرح. متزوج عدي؟ انا لا كله يامن اللهم ارزقه بالزوجة الصالحة آمين والحلوة والجميلة والطويلة وشو بدك عيونها خضر زرق شو آمر تدلل هذا في مثل صفاتك. الله يسعدك أخوي الله يسعدك. بدي لك كمان شغلة تانية كمان هاي نعمة أكيد الله ما نعمة عليك فيها إنه نحن عنا ثقة عمياء فيكي مثل ما قالت صبية قبل شوي إنه نحن الستوريات كل الناس نمشيها بسرعة بدون ما ننتبه عليها بس ستورياتك انت لما بتكوني عم تدعمي حدا او بدك ايانا ندعي لحدا عن جد ندعي له وعن جد ندعمه من كل قلبنا لانه عندنا ثقة فيكي كبيرة كتير. والله بعري عندي النخبة الله ما يحرمني منكم ومن وجودكم بحياتي ويسخر لك الارض ومن عليا يا عدي يا رب. انا هاي الادعي دائما بدعي لك اياها على الانستغرام وبعرف انه مو دائما بصح لك تشوف الضغط حتى بالبرنامج اللي عملتيه كمان حاولت اتواصل معك وما مشي الحال بس اكيد معذوره من الضغط اللي عندك. سامحني والله دائما بنقلك الله يسعدك على قد ما اسعدتي ناس وانا قلت لك اياها بالانستغرام انه قد ما الله بيحبك عم يخلي كل الناس تحبك. الله يسعدك يا رب الله يسعدك واحبك الله وذكرك في من عنده وباها فيك ملائكته ويسعدك شكرا كثير كثير يا عدي كلامك يعني حيغير كثير شغلات لقدام وحي يعني شكرا بيعني لي كثير وبيهمني اللي قلته شكرا اخوي الله يسعدك شكرا كان بيهمني لك هذا الكلام معزمني على عرسك ها اكيد انت اول حدا الله يسعدك قريبا يا رب شكرا يسعدك باي عدي باي شكرا كثير يا ناس عسل شفتي انا كثير ناس بيقولوا خلي زوجي يتابعك يعني متخيله العلاقه متخيله الاحاسيس اللي بيناتنا خلي زوجك بالغصب زوجي بالغصب يعمل لك فولو يتابعك الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. طيب بالنسبه لي آلاء آلاء ما منلاقيها البنات مو ملاقيين آلاء احنا عم نشوفها عم تكتب بس ما عم بتوقع ما عم بيلاقوها البنات آلاء في شغلة هيك مكتوب هاي تبع الإيد هيك بس هاي علامة الإيد بس أيوة يعني كله خلوني بدالها في ديما كمان
رافع ايدها دي الناس تبعت لك وتسلم عليكي عيوني الاثنين. هي ديما بقول دام مع القمر مالي ومال النجوم، بس الواحد هيك يقول اخت صديقه والامتنان المشاكل ان صارت هي عين هي من هالعيون، والله عين ديما عين اختي لبنى. الله يخلي لك اياهم يا رب العالمين. نوران هل لقينا لا عشان يعني ما شاء الله صارت 12 وربع يعني الناس صراحه احنا فيعني ما عندنا للأسف مشكلة. I can't find her للأسف. هي عم تقول إنها رافعة إيدها بس ما بعرف، بس ما في حدا من الرافع إيدهم اسمه آلاء. Yeah. I'm trying to search in the attendees in general but she's not. I can't find her in the search. ما ولا أنا عم حاول معك نوران ما. سوسن بتقلك الله يعطيك العافية نوران. الله يعافيك يا حبيبتي. Thank you. يا عمري على بتعديل الصبح ما بلي يا بعد قلبي. طيب مش ما بتكون يعني معليش حبيبي آلاء سامحينا بالله عليكي سامحينا حبيبي احنا ما لنا بالطيب نصيب يعني طبعا فاطرين حضراتكم والله ان شاء الله بقي لك شوي صح شوي يعني شويتين ثلاث ساعات طيب ناخد عزة آلاء طلعي دخلت طلع اسم آلاء شو في هلا يا نور بتلاقي آلاء طلعت آلاء موجوده ويها قالوا آلاء ما بتحكي ويها حكت وقلعت عليهم مرحبا يا هلا كيفك اهلين لولو اهلين آلاء هلا حبيبي فيكي لو تعرفي يعني كثير شيء حابه لك يا حاسه حبكي هلا اول شيء انت من فتره اجيتي لعنا على اسطنبول وانا كان في عندي ظروف هيك من دراسه ومن كثير شغلات ما قدرت اني احقك واني لاقيكي يعني ولو انه العياده كانت قريبه من بيتي بس كان في عندي كثير ظروف واحد هاي الظروف انا كنت على الدواء هذا الدواء بسبب اكتئاب كثير 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 حالتي جدا سيئه كل ما بدي فيني بدخل بسمع حكيك بسمع كيف بتدعي كيف انت قوية بستمد منك كتير طاقة من 5 سنين انتقلت على تركيا وانقلبت فيني الدنيا تمام ما كانت طاقتي استمدها غير منك عمري الحمد لله اللي الله حطك بطريق الله يجبر خاطرك ويبدل حطلي اياكي الحمد لله اللي يعني دلني على حسابك الحمد لله اللي قدرت اني محظوظة بأنك أنت بحياتي عن جد شكراً كثير شكراً كثير لكونك موجودة بس ما نزل كثير مرة ثانية على اسطنبول أحسن شوفك ضمين أحسن ما نقدر أني أحكي أكثر من هيك شكراً كثير بس حبيبي ألا قبل ما تروحي لو سمحتي إذا ما بتعرفي إيميلي برجع هلأ بحطه على الانستغرام أو شو ما بدك تواصلي معي لو سمحتي أي شيء تحتاجي نتعاون يعني تواصلي أنت معي ما يهمك ماشي حبيبي والله أنا طالبة جدا عادية يعني إنسان جدا عادي ولكن بمر بظروف وبيكتم هذا الشيء وأنت كنت المفرج الوحيد اللي أحسن أني أشوفه وفرج وأضحك لما أشوف سناباتك أنت وزوجك باسل الله يكرمك يا رب ويجبرك لما أشوف دعواتك كيف عم تدعي من قلبك كيف عم تعطي من قلبك مع أنه أنت مش شايفتينا شايفة شاشة قدامك بس والله العظيم بيوصل لقلبي بحسك عم تدعيني عم تخصيني بهي الدعوة شكرا كثير شكرا والله يكرمك شكرا قليلة جدا بعد الله أنا جنبك حواليك أرجوك أي شيء شكرا كثير شكرا بكفي أنك موجودة بكفي لا معي والله بس جربي اطلبي بس قولي اطلبي وبعد شكرا الله يعني جدا شكرا جدا أرجوكي تتواصلي معي على الإيميل أرجوكي حاضر شكرا كتير أرجوكي. بس كتبي لي أنا آلاء وأرجوكي ماشي أوكي حبيبي شكرا كتير تمام اتفقنا شكرا حبيبي you made my day شكرا الحمد لله ما شاء الله والله ليلة ملهمة بمعنى الكلمة كل المقاييس هي ملهمة شكرا لكم وعلى رأسها يعني طريقتك وكلامك ووجودك معانا يا لما من جد شكرا جزيلا
أنا عن نفسي ما أبغى أختم، يعني ماني لاقي الكلمات عشان أختم، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى لينا لقاءات أخرى. شكرا لكم، ويوم السعد يوم حكيتوا معي. شكرا سارة الجندي المجهول وكل الصبايا والشباب وأهلي وناسي إن شاء الله، إخوات ورفقات العمر كله. شكرا لكل حدا كتب على المسيجات وحضر، إن شاء الله حتنزل على اليوتيوب حنحط لكم إياها. عموما أي أشخاص كمان، والله مو دعاية أو شيء، لكن يعني بس حتى تعرفوا، لأني أنا إن شاء الله حطلع أحكي عن كوريتش فيما بعد بالتفصيل، لكن هن متخصصين باللايف كوتشينج بالدعم النفسي. هن حتى هن ممكن واحد يعني يكون معهم يصير كوتش، يعني يتدرب عندهم يصير معه شهادة من الجامعة الكندية أو معليه ما يحضرني الاسم، لكن هن يعني مؤهلين أنه حتى يعطوا شهادات معترف فيها بالكوتشينج للي بيحب يمارس هذا الاختصاص واللي بحاجة مساعدة. قد تكون هاي الشغلات يعني أكيد يعني هذا شغلهم، هي حتكون مثلا بمقابل مادي، لكن أنا متأكدة أنه هن أبوابهم مفتوحة للجميع، ويعني بطريقة ما حيزبطوا لكم الحياة. كوريتش يعني الله يوفقكم يسدد خطاكم. ومن اسم يعني بتعرفوا بالسعودية كان لما هن بلشين كان بالسعودية صعب على المرأة أن تأسس شيء، وهي كريم هلأ حاليا ما شاء الله موظفين وشركة وناس، وهي بتعطي شهادات معتمدة. هو الواحد وقت يخلص النية ويسعى وراء حلمه ويآمن فيه. شو كوتشينج من 9 سنين انت مبلشة صح؟ اللي من 9 سنين حدا كان سمعان بالكوتش هي آمنت فيه، ويعني مبدعين، والله لما ناس طيبين بشكل ربي ان شاء الله يجعلكم هيك يعني على الحلوة وعلى الحلوة وما يجيب مرة. شكرا ريم، شكرا للجميع، شكرا لكل حدا كتب، بحبكم كتير كتير. أرجوكم بعد هذا اللقاء يعني إن كان لا تنظروا لي بعين الملائكة يعني أو إني ملائكية، مليانة عيوب مليانة أخطاء، يعني أظهر الحسن وأستر القبيح، لأنه أكيد يعني ما حدا يحب يحكي عن عيوبه. لا تنظروا لي بنظرة ملائكية ولا شخص عادي، لكن كنا بنحب الله مثلي مثلكم، لكن يمكن الله أعطاني قدرة على التعبير عن على هذا الشيء، هذا هو يمكن اللي ممكن يكون أزود من حدا فيكم. فلا تنظروا لي بعد هذا أني لا داعية للأسف، وإن شاء الله أوصل لهي المرحلة، ولا أني ملائكية، أنا مليانة عيوب وأخطاء إن شاء الله معكم وفيكم، يعني تسددوا لي خطأي وتصوبوني للصح. شكرا كثير، love you. والله نورتينا يا لما، والله يكتر محبينك ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا. أنا دائما بقول إحنا ناس ربي بيحطهم بمكان لحتى يوصلوا شيء من ربنا، فإذا أنت حكيتي شيء ووصلتي سبحان الله ربي حطك بطريق هالناس إنك تقدري توصلي هالرسالة، وعن جد متعة كانت كل لحظة قضيناها معك حبيبي. شكرا، وبنصح كثير الناس انه بالكالندر، طبعا كل اللي جايبينه انتم متحدثين رائعين، بس عن جد نصيحة لا تفوتوا بنام بكار، يعني رائع يعني. معنا اصلا اليوم يعني انا اقول للناس عن جد كنت تستفيدوا لا تفوتوها، يعني حتى قولوا لا لما والله طل الخبر يعني، بس امري لله وتحضروا. جزاك الله كل خير حبيبي، الله يكرمك دنيا واخره. شكرا جزيلا، انت رزق في حياتنا، نحمد الله عليه. شكرا لكل الحاضرين، كل اللي حضر معنا اليوم، شكرا جزيلا، ممتنين امتنان بحجم السماء. شكرا جزيلا، وان شاء الله نلاقيكم بلقاءات تانية باذن الله الايام الجايه باذن الله، وكمان لما حتكون معانا على ان شاء الله بالمستقبل في لقاءات اخرى باذن الله وجايه باذن الله. شرف لي ان شاء الله. شكرا كثير، شكرا، تصبح على الف خير. شكرا، باي باي، الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. مع السلامه، باي باي. سلام. عمري.